بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل هيشرفنا المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. ملفات كثيرة وملفات ساخنة، والمهندس أحمد مجاهد زي ما بقول كده حملة كبيرة جدا. خدوا قرارات من شوية، ومنها أحد القرارات ضد شيكابالا، وقف 8 شهور وغرامة نص مليون جنيه على اللي حصل في مباراة يوم الجمعة والدرع وتسليم الدرع لنادي الزمالك والمشكلة اللي حصلت في هذا اليوم. عدد من قرارات، حوالي 9 قرارات خدوهم النهاردة. نادي الزمالك دلوقتي عامل اجتماع طارئ، مجلس إدارة نادي الزمالك، وهناك مطالبات كثيرة وتساؤلات كثيرة جدا. ملف ساخن جدا، أو مش ملف، عدة ملفات ساخنة مع المهندس أحمد مجاهد اللي يكون معانا على الهواء بعد قليل. مقدمة هتكون قصيرة للغاية عشان كمان نفتح مجال، لأنه جاي لنا أسئلة، آلاف الأسئلة اللي جاية لنا من ساعة ما أعلنا عن مهندس أحمد مجاهد يكون معانا النهاردة. كله بيسأل هنا أو هنا، أهلاويا أو زملكاويا أو اتحاديا أو كأي جماهير الكرة بشكل عام بتسأل، لأن هناك الكثير من الأمور، خاصة كمان مسابقة الكاس هتتم ولا لأ، ولا تكمل الدورة، هيبدأ إمتى، حاجات كتيرة. ماتشاتنا في تصفيات كأس العالم، محمد صلاح موجود ولا مش موجود، إيه اللي هيتم، تجهيزاتنا إيه، كل هذه الأمور والموقف كمان. هل اللجنة الموجودة النهاردة تعادي الأهلي، تعادي الزمالك، تعادي سموحة، تعادي بيراميدز، هي مع مين بالظبط؟ مهندس أحمد مجاهد هنا ولا هنا، ولا هو على الحياد؟ كل دي بقول لحضراتكم تساؤلات كتير، هنفضل نسأل أسئلة كتير حتى نهاية الحلقة. مش عندي حاجات كتير في الأول، يعني مقدمة زي ما بقول لكم قصيرة جدا، لأنه الملفات الساخنة، الساحة الكروية، وحاجات كثيرة جدا بتحدث في هذه الملفات. اليومين اللي فاتوا كان في موقف وواقعة للأسف مرة تانية بنعود نتكلم عنها. مصر من 2016 الحمد لله أوقفت الهجرة غير الشرعية، مفيش مركب طلعت من مصر من شهر سبتمبر 2016 إلى أي دولة أوروبية. نجحنا في هذا الأمر والعالم كله شاهد لمصر. ألاقي اليومين اللي فاتوا مركب طلعت من إحدى الدول القريبة أو المجاورة اللي جنبنا، وعليها مجموعات كبيرة، منهم مجموعة من المصريين الشباب، خدوا المركب مع أفارقة ومع غيرهم كتير، مركب كان عليه يمكن فوق 60-70 واحد، رايحة أوروبا زي ما حكوا بتشوفوا كده. ده المشهد، المركب، واللي كانوا على المركب منهم مجموعة من قرية تلبانة في محافظة الدقهلية. أولا 11 واحد من اللي قدامكم دول غرقوا، ربنا يرحمهم. وأنا هنا سؤالي، إذا البلد قفل هذا الأمر تماما وأغلقنا حدودنا تماما على أي هجرة غير شرعية من أراضينا وحدودنا، يعني الموضوع ده بالنسبة لنا خلص، ازاي ناس زي دول واهلهم كمان، اهليهم، وانا بقول لاهليهم، انت تسمح لولادك النهاردة تجمعوا لهم فلوس الاف الجنيهات عن طريق شركة، شركة موجودة في محافظة ايضا في نفس القرية، وبالمناسبة الداخلية قبضت على صاحب الشركة اللي هو صفر 11 واحد و11 غرقوا. فاذا هذا الامر النهاردة تعدي الحدود، حدود بلدك بطريقة غير شرعية، وبحجة انه في البعض منكم رايح يقابل اخوه هناك اللي موجود في الدولة ليبيا عشان تبقى الامور واضحة، ومن هناك تخرج مركب اللي قدامكم عشان تطلع احدى الدول الاوروبية، ويحدث ما يحدث، ونجد مرة اخرى الناس بتموت. السؤال، هو مصر النهاردة فيها فرص عمل؟ لم يحدث في تاريخنا هذه الفرص الموجودة الآن. زمان كان الناس لما بتسافر وتروح العراق وتروح ليبيا وتروح هنا وتروح هنا وأوروبا وغيره وغيره، عشان ما كانش عندنا فرص العمل الموجودة النهاردة. النهاردة عندنا ما يعني في الدقهلية عندكم، ده انت عندكم المنصورة، المنصورة الجديدة واحد مشروعات القومية اللي محتاج فرص عمل، اللي جنب بيوتكم يعني، يعني تاخد عربية تبقى نص ساعة ولا أقل من نص ساعة موجود في مدينة المنصورة الجديدة. العالمين جنبك الناحية التانية فيها مشروعات، جنبكم فيها مشروعات، عندنا في القاهرة في مشروع، يعني ما فيش حتة في مصر ما فيهاش مشروعات.
اللي هي عايزة شباب مصر. الدولة لما عملت هذه المشروعات وبتعمل عشان أوفر فرص العمل، عشان أمنع أي واحد يفكر يسافر بره، فرصة العمل موجودة عندي، موجودة هنا، ولا تتعب ولا تغرق ولا تتبهدل ولا عيلتك يفقدوك، وبتدفع آلاف الجنيهات عشان تجد فرصة عشان تروح بره، وفي الآخر إيه المصير في الآخر إيه؟ يعني أهاليكم النهاردة، وأنا آسف يعني، وأنا طبعا بعزيهم وبعزي كل الناس يعني، ولكن بقول لهم كمان أنتوا عليكم أخطاء كبيرة. ازاي انتوا تسمحوا لاولادكم انهم يجمعوا هذه الاموال وتجمعوا الاموال عشان يسافروا، عشان في الاخر مصيرهم الغرق، مصيرهم الغرق، وانت فرص العمل جنبك. هو بره هياخد كام؟ طب ما تشوف فرصة العمل اللي موجودة عندك هنا في مصر. تاني بقول، فاهالي كمان الشباب اللي هو قالك ان انا راح ادوره، طب فرص العمل اللي موجودة عندك، هي الدولة بتعمل كل ده ليه؟ ده جنب بيتك، ده جنب محافظتك، ده جنب قريتك، مشروعات ده في بيتك، ده جنب بيتك في مشروع حياة كريمة. هو انتوا النهارده في المنصورة مش عندكم؟ ولسه كنا الأسبوع اللي فات بنتكلم على المنصورة وعلى سوهاج وعلى الغربية، محافظات كلها حياة كريمة، يعني جنب بيتك، جنب بيتك في مشروع. ادخل في حياة كريمة واشتغل معاهم وخد اقبض منهم كل شهر، بدل ما تروح وتغرق في البحر. ولا لقيت فرصة عمل وفقدت نفسك وخسرت فلوسك وخسرت حياتك، لانه في كمان زي ما بقول كده بعض الناس فاكرة ان الموضوع بره، بره ما بقاش فيه، بره ما بقاش فيه فرص عمل، بره ما بقاش فيه شغل، بره ما بقاش فيه فلوس، بره ما بقاش النهاردة يشغلوا الناس زي الاول. وانت النهاردة بتعمل ده عشان ايه؟ وانا بقول لك في بيتك في قريتك النهاردة، تلبانة او هنا او غير كل قرى مصر النهاردة فيها شغل. انا ابسط شيء، مش هقول لك العالمين، انا بقول لك عندك حياه كريمه، اشتغل في حياه كريمه. رحت وقلت لهم عايزين نشتغل وحد قال لك لا؟ ده انت هتاخد فلوس، مش هتدفع فلوس. ادفع فلوس عشان اروح اموت؟ زي ما انا بشوف المشهد اللي قدامنا ده، بصوا المركب عليها كام واحد، وطبعا اهو في افارقه وفي جنسيات مختلفه، والمركب دي مش من عندنا، طالعه من يعني دولة مجاورة، دولة شقيقة مجاورة لينا، عشان تعالوا يا جماعة نروح. طيب أنا النهاردة وأنا بتكلم على ده، مرة تانية بقول بلدنا اللي نجحت إنها تغلق تماما حدودها أمام أي هجرة غير شرعية زي اللي قدامنا، ما بقاش حد النهاردة بيتكلم على مصر إنه في مراكب بتخرج تروح أوروبا، ما بقاش، خلص الموضوع ده من خمس سنوات، ما عندناش الكلام ده على الإطلاق. الناس تتحايل وتخرج بطرق غير مشروعة وتعبر حدود عشان تروح دولة أخرى، عشان تتحايل على هذا الأمر على قوانين، وبالتالي ألاقي الناس ديت خارجة رايحة تاخد مركب وفي الآخر تعالوا الحقونا. أدور على الناس بتدور على إيه؟ هو حد عارف النهاردة؟ حد قاعد يدور؟ حد قاعد النهاردة يشوف غرقه فين؟ وناس ثانيه مفقوده، وناس ثانيه محدش عارف فين، ده بيتكلموا على اعداد كبيره جدا. وانا بقول للاهالي ارجوكوا رحمه باولادكم ورحمه بيكوا ورحمه ببلدنا، ارجو تاني اي حد يعمل ده بيرتكب جريمه في حقنا حق اولاده. البلد النهارده محتاجه اولادها للشغل، البلد النهارده عندها مئات المشروع، الاف المشروعات، عايزه كل شاب النهارده يشتغل. اي فرصة عمل موجودة في بلدك، مش موجودة بره، بره مفيش، بره مفيش استقرار، بره عندك انت الحمد لله استقرار. ناس بتيجي تبقى عايزة تشتغل في مصر النهاردة، شركات الكبرى في العالم النهاردة ومناطق بتتعمل من كبريات الدول في مصر، لمصر فيها استثمار، واللي هيكون ان شاء الله، واللي فيها الشغل، فرص العمل الواعدة موجودة في بلدي. فجر انا اروح عشان اموت؟ عشان هتقبض كام بره؟ خد نص اللي هتاخده بره وتبقى عايش حياتك وسط اهلك، او خد يعني اقل من اللي بره، وبره مش هيديك والله اللي هتاخده في مصر، وانا بحلف لك بالله. بره هتروح تعمل ايه؟ وانت فاكر بره هيروح يشغلك تعمل طياره، تبقى طيار هناك؟ ده في كل الدول الاوروبيه فيها مقاسي، كل الدول الاوروبيه عندها بطاله، كل الدول الاوروبيه، كل دول العالم عندها بطاله عشان كورونا، ده سنتين كورونا كله خلص، مفيش فلوس. فانا كمان بروح في وقت لا وقت فيه فلوس ولا مفهوش. انت النهاردة بلدك اولى بيك، مشروعات بلدك اولى بيك، الاهالي، وانا يعني كمان بحمل الاهالي مسؤولية.
هو انت ازاي سايب ابنك كده؟ ازاي انت ساعدت ابنك يخرج ويموت؟ ما انت ساعدته، هو انتوا ما تعرفوش ولا تعرفوا؟ اولادكم النهارده راحوا فين؟ الالاف اللي دفعت النهارده للشركه صاحب الشركه اللي اتقبض عليه النهارده عشان في الاخر عملوا ايه؟ بلدك يا سيدي جنبك عندك في بلدك في شغل، شغلوهم في القرى عندكم، مشروع حياه كريمه، عايز ملايين فرص العمل، بيخلق ملايين فرص العمل. احنا عندنا النهارده شغالين في المشروعات بس مش اقل من 4-5 مليون شاب، 4-5 مليون بيشتغلوا في المشروعات. الرقم ده كان قبل كده عندنا 5 مليون بيشتغلوا في مشروعات في وقت واحد؟ مش معقول يا جماعه. ليه انا افقد ولادي؟ ليه اخسر ولادي؟ احنا بنعمل رئيس بيعمل كل المشروعات دي عشان منع الكلام ده، انه محدش يبص بره ان انا عايز اروح اشتغل. هو انت كنت هتوصل هناك كان هيوفر لك فرص عمل؟ هيقبض عليك ويروح مرجعك بره. دلوقتي بيعملوا كده، ما بيدخلش حد، ياخده في معسكر ويروح مرجعه على طول على اول طياره. الدول النهارده ما بقاش زي زمان. الدول تشغل النهارده شبابها، محدش عنده فرص عمل زي اللي موجوده في مصر. فارجوكم مره تانية اهالي الناس اللي موجوده، اهالينا في المنصوره ولا في الدقهليه ولا في اي حته على مستوى الجمهوريه، كفايه يا جماعه، كفايه يا جماعه نرمي اولادنا يموتوا، كفايه يا جماعه نساعد اولادنا عشان يموتوا. الساده المحافظين، الساده المسؤولين، الناس النهارده بتفكر في حاجه، اجري اروح. طب جريت، رحت ليبيا وعديت من ليبيا على مركب والمركب غرقت، 11 المعروف لحد النهارده بنتكلم على 11، وفي اعداد تانية بيتكلموا 30-40 ربما 50 واحد مش عارفينهم، غرقوا ولا مفقودين ولا ضاعوا ولا راحوا فين، محدش عارف، من جنسيات كتير مش مصر بس. المركب دي عليها اتحاد شباب العالم على المركب دي، من كل الدول موجودين هنا. هل ده معقول ان انا اجي النهارده اقول يا جماعه الناس الشباب دول اضيعهم واحنا بلدنا قفلت تماما ملف الهجره غير الشرعيه وحدوق وهذه الحدود تماما قفلتها؟ مفيش مركب زي كده بتخرج، كان عندنا مركب بتخرج وكان ناس تموت، الدوله عملت كل الاجراءات عشان ما يبقاش عندي ولا واحد ولا مركب تخرج من حدودي. طب اللي بيتحايل ده نتعامل معاه ازاي؟ هتلاقي هنا اللي موجود من تونس واللي موجود مش عارف منين ومن دول كثيره، وطبعا من عندنا من دول كتير كله عايز اروح. طب بلدك، فارجو كمان هذا الامر يواجه، ويواجه من الاسر، يواجه من كل اسره، كل اب وام. خليك حريص على بيتك وعلى اولادك، فرص العمل موجوده في بلادكم يا جماعه، جميع محافظات مصر فيها فرص عمل، اقل فرصة عمل موجودة في بيتك في قريتك، دي اقرب فرصة عمل ليك، محدش يشغلك ببلاش. فتاني بتكلم في هذا الامر عشان الناس تسأل رايحين يلاقوا شغل. طب ما الشغل في مصر، هو رايح يشتغل بره ايه؟ هيشتغل شغلانة مختلفة يعني على موجودة في مصر؟ طب كفايه البهدله والغربه وانه يناموا 15-20 واحد في اوضه واحده وبهدله بهدله. انا في سنه من السنين واحنا في ايطاليا رحت شفت مجموعه منهم اللي كانوا في ايطاليا، ما مش عايز اقول لكم المنظر، يعني ازاي يا جماعه؟ يعني عيله تقعد تجمع فلوس، واللي يبيع ذهب واللي يبيع ارض واللي يبيع ماشيه عنده ولا حاجه، ويجي ايه عشان يسفر واد، سفر واد عشان ايه؟ انت عارف المجهول اللي رايح له الواد ده ايه؟ حتى لو كان وصل اي دولة اوروبية مش هيلاقي والله فرصة عمل، انا بحلف لك بالله، بيقبضوا عليهم وبيرجعوهم تاني، محدش النهاردة بيشغل حد. فتاني بقول، والناس اللي بيتاجروا بالشباب، الناس اللي بيتاجروا بالموت، الشركات اللي هي تتاجر بالموت زي الشركة اللي خدت فلوس من الناس دي عشان تسفرهم، ده بيتاجر بالناس، بيضحي بالناس، هو عايز يكسب، هو عايز يقبض ويعمل ملايين مقابل انه مش مهم يفرش عنده مين يموت ولا مين يوصل ولا مين ما يوصلش. هو انت مركب زي كده كنت مطمن انها توصل؟
هي فيها اي ادوات يعني اي اجراءات تقدر تحمي النقل؟ بص العدد اللي عليها شايفين؟ ما فيهاش اي وسائل تامين ولا حمايه. يلا اشحن على المركب ويسيبهم قبل ما يوصل اي شاطئ، ويقول لك الجزيره بانت هناك اهي، ينزلهم اللي يغرق يغرق واللي يوصل يوصل، واللي تفضى عليه هو خلاص هو خد فلوسه، هو ماله؟ ساب المركب ومع السلامه. يلا المركب وصلي. وصلت المركب ولا مات ناس اللي على المركب ماتوا؟ لازم نواجه هذا الامر، وزي الدوله بتواجه، وزي ما الدوله نجحت اغلقت حدودها بالكامل امام هذه النوعيه من الهجره غير الشرعيه. ولكن مساله التحايل ما زال عن، يعني عندكم مبلغ، جمعتوا مليون جنيه، جمعتوا مليون ونص، ما تعملوا مشروع في مصر. ما في شباب بدأوا مشروع ب 30 و40 الف جنيه وما شاء الله النهارده بقوا نماذج. المليون ونص اللي اترموا في البحر، اترموا في البحر اللي جمعتهم، اعمل بيهم مشروع يا سيدي مع اصحابك ال 10 11 واحد دول، ولا 30 40 واحد، اعملوا مشروعات طالما عندكم فلوس. ابدا بمشروع صغير، والدوله بتساعد النهارده، بساعدك وبساعد عشان ما تعملش المصيبه اللي انت ارتكبتها ديت. هذه مسؤوليه رقم واحد الاسره. انا بقول الاسره وبقولها بدل مره 20. الاسره عارفه، والاسره عارفه اولادها رايحين فين، والاسره عارفه انه بره مفيش شغل، والاسره عارفه انه عندنا شغل في مصر كتير جدا. ويجي النهارده السؤال، طب هنجيب العيال منين؟ هو حد عارف المكان اللي هم غرقوا فيه؟ في حد رصد؟ تاني بنعزي اسرهم، بنعزيهم، بنعزي كل الناس وربنا يرحمهم، ولكن مره تانيه بقول الناس دي بتخرج عشان تموت مش عشان تشتغل. اللي بيخرج من بلده النهارده بيخرج عشان يموت. فرص العمل موجودة في مصر، فرص هائلة غير مسبوقة في كل حتة في مصر، من أول مطروح لحد أسوان لحد سينا. مفيش مكان مفيهوش شغل، من أول حياة كريمة لحد العلمين والمنصورة والعاصمة. المشروعات اللي بتعمل دي بتعمل كلها فيها شباب بيشتغلوا. تاني بتكلم مرة تانية، الفرص متاحة، الفرص موجودة، لا تتركوا شبابكم، أسرنا وأهالينا بحري وإبلي. عندكم المشروعات والمشاريع موجودة في كل مكان في مصر، لا تضحوا بأولادكم، ما تبعتوش أولادكم عشان يموتوا. كفاية مراكب الغرق اللي كانت قبل كده، مش عايزين نرجع لمراكب غرق مرة تانية. وتاني أكررها، لا توجد في أي دولة الآن فرصة عمل غير لأولادها اللي عنده فرص عمل، كله عنده بطالة. مش هشغل المصري ويسيب الإيطالي، مش هشغل المصري ويسيب الفرنساوي أو الإسباني، مش هشغلك. أو عنده أولاده قاعدين في الشارع، قفل مطاعم وقفل مصانع وقفل وقفل، مش هاجي عشان خاطر سواد عيونك. أنت مش رايح، عندك مهنة مش موجودة هناك. احنا رايحين نشتغل شغلانة موجود زيها في مصر ملايين فرص العمل. فهذا امر خطير جدا، وانا هنا بعتب على كل اسره سمحت لاولادها انهم يمشوا، عشان في الاخر ده المصير اللي احنا لا نتمناه ولا عايزينه ولا هم يتمنوه ولا حد يتمناه. هو كان عنده امل، كان رايح انه عندي فرصه عمل اروح اشوف، لا حد بيبقى عنده فرصه ولا حد اصلا حد مستنيهم هناك عشان اوفر لهم فرص عمل، مفيش الكلام ده. يعني مش رايح بعقد عمل، مش رايح انه فرصة عمل مستنياه، لا ده انا نصيبي. وانت ونصيبك وفي الاخر لقينا ايه؟ وصلنا للمشهد الفظيع اللي كلنا زعلانين عليه، وكلنا عندنا حزن على هذا المشهد، انه نلاقي حتى لو يعني اي شيء لا نتمنى انه حتى واحد يموت، مش 10 ولا 11 ولا اكتر ولا اقل، او اعداد مش عارفين هي فين النهارده، موجوده ولا مش موجوده، سافرت ولا قاعده هنا ولا هنا، محدش عارف. فلازم نرجع ونشوف ايه اللي بيحدث في هذا الملف، وهذا الملف المهم اللي الدولة قفلته منذ عام 2016 حتى الآن. وزارة الداخلية النهاردة او امبارح بالليل كانت كشفت عن الاسبوع اللي فات
بحاول بسرعه اخبار سريعه جدا عشان استقبل المهندس احمد مجاهد حالا. العصابه اللي كانت نصبت واحتالت على عملاء في بنك مصر الاسبوع اللي فات، مسكت العصابه، كنت بتكلم امبارح عليها ولكن النهارده هوريكم كمان الفيديو. قلت امبارح لحضراتكم يا جماعه كل حاجه متشافه، يعني انت بتروح مكنه اي تي ام قدامك ما كله متصور، والشارع متصوره والحاجات متصوره، وده عادي خلاص، الامن والامان طبيعي لازم يبقى ده موجود. فافراد العصابه لما اتكلموا الناس وادونا ارقامكم وبياناتكم والحاجات السريه بتاعتكم وادوهم الحاجات بتاعتهم بالتفاصيل، فخلاص بقى افراد العصابه عندهم البيانات الكامله. مباحث الاموال العامه وزاره الداخليه اجتماع ونتابع ايه الحكايه، وبداوا يتابعوا الموضوع بكل ابعاد. ادي احد المتهمين بيتمشى قدامكم اهو، ادهو بيتمشى يعني شكله واضح ومتصور وحاجه جميله جدا ومش هيتساب، مش هيتساب. وانا يومها اول يوم قلت لحضراتكم هيجوا، يعني هيجوا، ثقة في هذا الأمر في ربنا وفي أجهزتنا ومعلوماتهم، متأكدين من ده، وحصل اللي قلناه حصل. آدي يعني أقف هنا يا يوسف، أقف ارجع كده وهو واقف كده، نوريه بس للناس أهو، واقف واضح جدا زي ما حضراتكم شايفين، ده أحد أفراد العصابة واقف طبعا منتظر دوره وكله متصور تمام، اللي قدامه خلصه وهو دخل إيه يسحب الفلوس، واخد معاه الشنطة زي ما حضراتكم شايفين كده، سحبوا 2 مليون جنيه. نكمل يا يوسف، كمل فيديو يوسف، نكمل فيديو. فسحب هو وافراد العصابه 2 مليون جنيه. قدرت وزاره الداخليه على مدى الايام الماضيه متابعه، تدقيق معلومات، رصد، متابعه كاميرات الماكينات الخاصه بالاي تي ام زي ما احنا بنشوفه اهو، بدل الواحدة اتنين نروح اكتر من واحدة، تصوير كامل واضح. ادي ضابط من مباحث الاموال العامة وهو بيتابع وبيشوف الكاميرات وبيشوف المكنة اللي سحب، وادي التاني اهو احد متهمين ايضا، لو وهو خارج ممكن يبقى اوضح اهو، ونقف هنا نقف هنا نقف هنا، اهو واضح جدا زي ما حضراتكم بتشوفوا واضح. بس هم غيروا تقريبا، ده حط حاجة على دماغه، لابس باروكة او حاجة تقريبا، يعني هم غيروا في شكلهم عشان قال ايه بنضحك على الداخليه، محدش يعرفنا، هنلبس بقى حاجات مختلفه وحاجات ونغير شكلنا، قال مش هيجيبونا يعني، لا هيجيبوك انت لو غيرت شكلك، وانا بقول لك هيجيبوك، لو يعني ضربت وشك ده 20 لون هيجيبوك، لو لبست حتى مش عارف ايه هيجيبوك، مش هتهرب. وادي واحد من افراد العصابه قدامنا، هم خمسه، اربعه ومعاهم سيده. كمل الفيديو يوسف. الداخلية طبعا اشتغلت، جابت ل2 مليون جنيه، رجعت كل الاموال. ادي افراد العصابه داخلين مبنى مباحث الاموال العامه زي ما حضراتكم بتشوفوا، ادي الاجهزه اللي استخدموها، عملوا شركه وهميه، وكانوا بيتكلموا الناس نشغلكم في الشركه، والشركه اتضح انها ايضا داخله في عمليه النصب، وادى هذا الامر ايضا انه سقوط. نقف يمكن هنا اوضح شويه. ادي افراد العصابه الخمسه ومعاهم فتاه زي ما احنا بنشوف كده، تصوير ليهم من الظهر يعني، وهم داخلين مبنى مباحث الاموال العامه في وزاره الداخليه، وبعد ما تم القبض عليهم جميعا. نتابع سقوط افراد هذه العصابه. قال لي حاجه واحده، حضرتك هتفضلي معايا على التليفون والبنك هيبعت لك رساله دلوقتي برقم كود هتملهوني من الشمال لليمين ويتم التحديث. شغلت قضيه سرقه مبالغ ماليه من عملاء احد البنوك الراي العام على مدار الايام الماضيه، في الوقت الذي كانت تواصل فيه اجهزه وزاره الداخليه العمل ليل نهار للوصول الى مرتكب تلك الواقعه، بعد تاكيد عملاء البنك تلقيهم مكالمات من اشخاص ادعوا فيها انهم موظفون بالبنك، وعرضوا عليهم تحديث البيانات وربط حساباتهم البنكية بخدمات الانترنت البنكي، ومن خلال طرق احتيالية تمكنوا من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء وإجراء تعاملات بنكية عليها.
كنا بنتصل بالعميل وبنستدرجه في البيانات ان يقدر يوضح لنا بياناته، وبنوضح له ان احنا موظفين البنك عشان يكون في تحديث للبيانات وكده. بيبدا ان هو يديني بياناته وافعل بيها الخدمه وبيجي باسورد، فانا بقول له ان الباسورد ده جالك عن طريق البنك، فهو بيقدر ان هو يوضحه لي. لما باخد منه الرقم ده ببقى خلاص قدرت ان انا اوصل لحسابه واقدر اتعامل اونلاين او اقدر ان انا اشتري بالكارت. يعني ما كانش اساسا المواطن يساعد اللي بيكلمه ان هو اللي قال البيانات، يعني هو لازم هو اللي يقول كل حاجه. ولكي يتمكن المتهمون من سحب المبالغ الماليه من ماكينات الصراف الالي، قاموا بانشاء شركه توظيف وهميه بالمنيا، واعلنوا عن وظائف وطلبوا من المتقدمين انشاء بطاقات دفع الكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل مرتباتهم اليها، ثم قاموا بتحويل المبالغ الماليه المستولى عليها من عملاء البنك الى تلك البطاقات، وسحبوا المبالغ الماليه من عده ماكينات الي بالقاهره. كنت بنزل اعلان بالوظائف المطلوبه، وكنت بكلم الناس وبتعامل معاهم عادي، وقابلتهم وعملت معاهم الانترفيو وقلت لهم الورق المطلوب. كل واحد ملى الابلكيشن بتاعه وصوره البطاقه واتنين كارت ميزه. حولت المبالغ على الكروت من الحساب، من حساب العميل حولتها على الكروت، بس بعد كده سحبتها، بس طبعا كنت متخفي يعني. قدرنا نحصل في خلال الثلاث ايام بعد ما سرقنا الفلوس من العملاء، قدرنا نحصل على 2 مليون جنيه. لم يكن من السهولة بمكان الوصول لهذا التشكيل العصابي نظرا لتعمدهم التخفي عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، لكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتبعت خطوط سير الجناة وباستخدام التقنيات الحديثة. طبعا كانت الصعوبة في القضية ان المتهمين بيستخدموا اتصالات هاتفية بارقام غير مسجلة باسمائهم، بالاضافة ان بطاقات الدفع الالكتروني اللي كانت بتستخدم في عمليات سحب الاموال غير خاصة بيهم وخاصة بناس مجني عليهم تم الاستيلاء عليها. كمان ان المتهمين اثناء ترددهم على ماكينات الصراف الالي بيتعمدوا اخفاء وجوههم. نجحت الادارة في اعادة المبالغ المستولى عليها كاملة الى عملاء البنك، وفكت لغز قضية معقدة برغم اتخاذ المتهمين للعديد من إجراءات الحيطة والحذر لعدم كشف جريمتهم، ما يؤكد احترافية وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية المستحدثة وضبط مرتكبيها، بما يسهم في الحفاظ على مدخرات وأموال المصريين. وتهيب وزارة الداخلية المواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية من أشخاص مجهولين وعدم إعطاء أي بيانات عنهم، سواء من حيث بطاقات الدفع الإلكتروني أو بيانات الحسابات البنكية الخاصة به. السيد الرئيس اليوم عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وعددا من السادة الوزراء، منظومة التغذية الخاصة بطلبة المدارس، مسألة التصنيع، مسألة النقل، مسألة التوزيع، مسألة أيضا كل ما يتعلق بهذه المنظومة الخاصة ب الوجبات الغذائية التي سيتم تخصيصها لتلاميذ المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد. وكان هناك أيضا توجيهات خاصة بهذا الأمر بالنسبة من جانب السيد الرئيس بالنسبة للخطوات والإجراءات الخاصة بالوجبات وتقديم أفضل جودة ممكنة للطلاب، وكل هذه المنظومة التي تحدث عنها الرئيس النهاردة في هذا الاجتماع. أيضا كان هناك اجتماعا للسيد الرئيس مع رئيس الوزراء ومع وزير الزراعة حول الأصول الخاصة بالأراضي والحدائق المملوكة أو التابعة لوزارة الزراعة زي حديقة الحيوان والأرمان، والاستعانة أيضا وجود شراكات مع خبرات أجنبية في هذا المجال في مسألة الإدارة والتشغيل. نتابع نشاط السيد الرئيس اليوم.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق الشديد في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيساً لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع، وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءاً من بناء شخصية الطلاب والأطفال. وقد اطلع السيد الرئيس على الخطوات التنفيذية الخاصة بالتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية باشتراك الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شركة سايلو فودز الغذائية، وذلك بهدف تقديم وجبة كاملة العناصر بقيمة غذائية عالية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا للحالات الصحية المختلفة للطلاب مع ربط المنظومة بالخريطة الصحية والعلاجية على مستوى الجمهورية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية ومراكز تجميع الألبان. أوضح المتحدث الرسمي بأن السيد وزير الزراعة استعرض خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية التي تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعا تصدر إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث سجلت زيادة بمقدار حوالي 14% مقارنة بالعام الماضي لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح. كما عرض السيد وزير الزراعة المنظومة الجديدة الخاصة بميكنة وتكويد المزارع على مستوى الجمهورية بهدف إعداد خريطة رقمية مفصلة للمزارع التصديرية في جميع محافظات الجمهورية توفر قاعدة بيانات كاملة باستخدام أحدث الوسائل بما في ذلك رفع إحداثيات المزارع بتقنيات GPS، فضلا عن توفير التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة وكذلك المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحاصيل الزراعية المصرية. أشار السيد وزير الزراعة أيضا إلى أن قطاع الإنتاج الزراعي أثبت خلال جائحة كورونا أنه يتمتع بقوة ومرونة عالية انعكست في تصنيف مصر كونها من الدول القليلة على مستوى التي لم يتأثر الإنتاج الزراعي بها منذ تفشي أزمة كورونا وحتى الآن. كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة إنتاج الأسماك من المزارع السمكية وتطويرها خاصة إنتاج الزريعة السمكية وتعظيم الاستفادة من بحيرات مصر الطبيعية في إنتاج الثروة السمكية لاسيما بحيرتي المنزلة والبردويل. وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني وجه السيد الرئيس بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وذلك تكاملا مع جهود تنمية قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة. كما وجه السيد الرئيس كذلك بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى مثل حديقتي الحيوان والأرمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيراتها العالمية.
فريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد. شهد الفريق أول محمد زكي العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2021. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء واجبهم ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف. وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة المصرية سيظلوا جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف. كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكدا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها. وفي نهاية كلمته وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء. حضر الاحتفال قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. النهاردة أول مرة قبل ما أروح للمهندس أحمد مجاهد، أول مرة نجد كليات الهندسة مرحلة تانية. عمرك شفت هندسة مرحلة تانية؟ السنة دي النهاردة كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يعلن نتائج تنسيق المرحلة الأولى. المرحلة الأولى انتهت، خدت أولا طب خلاص، طب أسنان خلاص، صيدلة خلاص، علاج طبيعي خلاص. هندسة فيها أماكن للمرحلة التانية، يعني مرحلة تانية هنلاقي خلاص بقى فيها أماكن هندسة. عمرنا ما شفنا هندسة مرحلة تانية. طبعا في حد أدنى للكليات والقبول في المرحلة الأولى. عايز أقول لحضرتك هتشوفوا يعني بيانات وهتشوفوا أرقام وهتشوفوا درجات وهتشوفوا نسب مئوية ما شفناهاش، يعني ما شفناهاش يمكن على مدار 20-30 سنة اللي فاتوا. بنشوف النهاردة الأرقام اللي حصلت طبعا وتأثيرها إيه على عملية القبول، على طلبة أماكنهم، كليات القمة اللي كنا بنقول عليها كليات القمة. آدي المرحلة التانية، آدي المرحلة التانية، شايفين المرحلة التانية بسم الله ما شاء الله. عندك إيه مرحلة تانية؟ علوم ولا أداب ولا أدبي أو رياضة؟ بعض كليات الهندسة، وعندك طب بيطري، تمريض، علوم، زراعة، تكنولوجيات، ذكاء اصطناعي، اقتصاد وعلوم سياسية، مرحلة تانية. وهذه إعلام مرحلة تانية سواء لرياضة أو لعلوم. لكن طبعا بالنسبة للأدبي خلاص خلصت مرحلة أولى، ولكن تاني فرصة طلبة شعبة العلوم أو الرياضة عندهم إعلام للي حابب الإعلام، وعندهم اقتصاد وعلوم سياسية للي عايز. لكن في كليات كانت معظم هذه الكليات كانت كليات مرحلة أولى، لقيناها النهاردة لأول مرة مرحلة تانية. عمرك ما تشوف إعلام كانت مرحلة تانية أبدا، ولا علوم سياسية أبدا، ولا هندسة أبدا، بنشوفها النهاردة. ولكن أنا شفت كمان من النسب في إقبال مثلا على كليات زي طب الأسنان، في إقبال عليها. الآثار في إقبال، هتلاقي لما هتسمعه بعد شوية دكتور خالد هو بيتكلم الآثار عليها إقبال. وفي حاجات كتيرة جديدة في 8 كليات جداد
سيادة الوزير بيعلن عليهم انه كمان في العام الدراسي الجديد. تعالوا نتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي نتائج المرحلة الأولى، ثم فاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفنا الكريم المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. كل الملفات الساخنة، كل ملف أصعب من التاني، تاني بقول كل ملف أصعب من التاني. وبالمناسبة احنا هنا بنفتح حوار هنطرح كل أسئلة الناس، احنا لا مع ولا ضد، وانا بقول لكم مبكرا اهو الهدف النهارده نخرج بهذه الحلقه وبهذا الحوار مع المهندس احمد مجاهد يرد على اسئله الناس حتى لو الناس بتشتمه. يعني حتى لو في ناس بتشتمه هقول يعني كل حاجه هطرحها عليه، وهو النهارده موجود عشان يرد ويقول للراي العام ما الذي جرى. 9 شهور يتولى رئاسة هذه اللجنة من شهر ديسمبر لحد النهاردة، ومن ساعة ما جم لحد النهاردة مشاكل رهيبة رهيبة من منتخب الشباب وإفريقيا لحد دلوقتي لحد شيكابالا، وكل شوية مشاكل. والتحكيم طبعا أكيد أكيد التحكيم، حدثني عن التحكيم واللي حصل من التحكيم أكيد هنتكلم. هو احنا ورانا حاجة؟ احنا النهاردة قاعدين ساعتين ويمكن وربع مع المهندس أحمد مجاهد نتكلم في كل الملفات، مفيش ملف إن شاء الله إن شاء الله مش هيبقى موجود بعد الفاصل. لو شفنا المرحلة دي بدأت إزاي مقارنة بالسنة اللي فاتت، إن ده كان شيء مهم إن إحنا برضو نتعرف عليه، إن كان شعبة علوم 88.4% مقارنة بالسنة اللي فاتت 97.6%. إذن إحنا بنتكلم على عندنا فرق بس أو معدل انخفاض كان 37 درجة، يعني حوالي 9 درجات أو 9.14 درجة من المية. ده مجرد في شعبة علم علوم. شعبة الرياضة بدأنا المرحلة الأولى ب 80% فأكثر، يعني 328 درجة. السنة اللي فاتت كانت 387 درجة، كانت 94% في نفس الشعبة. ده الاختلاف كان حوالي 14.39% درجة مئوية، وكان فاصل الدرجات حوالي 59 درجة. لو رحنا للشعبة الأدبية اللي احنا بدأناها السنة دي ب 65% المرحلة الأولى فأكثر، كانت السنة اللي فاتت 79، يعني قرب 80%، 79.9%، كان الفرق 14% أو 58 درجة. لو رحنا للحدود الدنيا للقبول بالكليات المرحلة الأولى الشعب العملية، ودي حاجة مهمة جدا الحقيقة، هذا العام قبلنا في كليات الطب على مستوى الجمهورية من 372 درجة بنسبة مئوية 90.73% مقارنة ب 98.54%، والمعدل يصل إلى 32 درجة، يعني 7.8%، ده في كليات الطب البشري. لو رحنا لكليات طب الأسنان قبلت الحد الأدنى لكليات طب الأسنان ب 370 درجة بنسبة مئوية 90.24، أقل من طب البشري بشيء بسيط، ومقارنة بالعام الماضي كانت 98.41. احنا ليه بنقول العام الماضي؟ لان كان دايما الناس بتحب تحط المقارنة بالمجاميع. اللي احنا بنقول لهم هنا رسالة مهمة جدا، ان الطلبة بيتنافسوا مع بعضهم في امتحانات تم وضعها بشكل يعني دقيق جدا وعلمي جدا من قبل وزارة التربية والتعليم، وده ما اثرش عليكم خالص في دخول الكليات. طب الاسنان فرقت 8.17، في العلاج الطبيعي نزلت ل 88.54 بنسبة 364 درجة مقارنة ب 700 العام الماضي، نسبة الفرق حوالي 9.9%. الصيدلة 88.53 مقارنة ب 98.5% من المية، برضو بفرق حوالي 9.5 درجات. لو رحنا للهندسة هنلاقي ان الهندسة السنة دي يوجد اماكن خالية للطلاب في المرحلة الثانية، يعني اذا احنا متوقعين ان ينزل مجموع كليات الهندسة عن 80%. قد ايه؟ طبعا ده يعني بيعتمد على عدد الاماكن الشاغرة في كليات الهندسة اللي هتنضم للمرحلة الثانية. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان هذا العام الهندسة وصلت ل 80%، وبتوقع انها تبقى اقل بشكل بسيط عشان يحصل يعني شغل باماكن الموجودة، مقارنة بحوالي 92.93% من المية السنة اللي فاتت، يعني فرق درجات 12.9%. احنا كنا قلنا ان احنا متوقعين مع اثناء اعلان النتيجة مع الدكتور طارق ان هيبقى المعدلات تصل ما بين 7 و10%، وفي بعض التخصصات ممكن تصل الى اكتر من 10%، وده تحقق في توقعنا اللي احنا قلناه. لو رحنا للشعبة الادبية هنلاقي ان طبعا الاقتصاد والعلوم السياسية
جت في المرحلة الأولى أو جت في المرتبة الأولى ب 344 درجة ب 83.9% مقارنة ب 96، والمعدل الفرق حوالي 12.31% من المية، 12% فرق في اقتصاد علوم سياسية بالنسبة للعام الماضي. لو رحنا للألسن قبلت الحد الأدنى 80% 80.73 مقارنة ب 95 بفرق 14% عن العام الماضي. الإعلام وصل ل 326 درجة 79.45% من المية مقارنة ب 94 بفرق 15 درجة مئوية في كلية الإعلام. لو رحنا للآثار هنلاقي أيضا فرق 14%. فنون جميلة اللي بيلتحقوا فنون جميلة من الشعب الأدبية الفرق وصلنا ل 67.8% فرق 21 درجة مئوية مقارنة بالعام الماضي كان 89. ده يدل على الفرق أن انخفاض المجاميع كانت مصاحبة بانخفاض في الحدود الدنيا سواء في المرحلة أو أيضا في حدود الدنيا للقبول في الجامعات. إذن الأماكن المتاحة في الجامعات والمعاهد هي ما بتتغيرش بل بتزيد كل سنة طبقا لخطة الدولة وتوصية الحكومة إن إحنا دايما بنزود أعداد الكليات المتاحة كل سنة علشان نقدر إن إحنا نتيح أماكن زيادة للطلاب والطالبات. طبعا السنة دي بس احنا زودنا في القطاع الطبي كلية الطب جامعة الوادي الجديد، كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، ثم في الكليات الأدبية أيضا رحنا لكلية الألسن في جنوب الوادي والألسن في الفيوم وآثار في عين شمس. 8 كليات تم إضافتهم في تنسيق هذا العام. ضيفنا النهاردة المهندس أحمد مجاهد، طبعا عارف الدنيا كلها منتظرة هذا الحوار، كله بيسأل إنه التوقيت، حوار الساعة، الدنيا سخنة، ملفات كثيرة. أولا تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك يا فندم ومتشرف إن مع حضرتك. خلينا نبدأ على طول. اتفضل. من الحدث اللي هو قبل ساعات قليلة، قرارات اللي طلعت النهاردة، هل حضرتك ترى إيقاف شيكابالا 8 شهور وغرامة نص مليون جنيه هي عقوبة قاسية، عقوبة ظالمة، أم يستحق هذه العقوبة؟ لا، هو كل قرار أو كل عقوبة بتصدر عن أي إدارة أو لجنة من لجان الاتحاد بيبقى لها أسانيد. وارد جدا أن بيبقى في طرف بيرى أن ضده عقوبة أو ضده قرار هو شايف أنه هو مخالف، هو من حقه إجراءات استكمال القرارات. ما عادش زي زمان، احنا مش زي زمان في مقفولين على نفسنا، اللي بياخد قرار بياخد قرار هبهزرت كده وخلاص ما حدش بيراجع عليه. في اجراءات للتقاضي في بعد مركز في بعد لجنه الاستئناف في مركز تسويه لحد ما تصل لاخر حاجه خالص المحكمه الرياضيه الدوليه والفيدراليه كمان. فما عادش زي الاول اي حد موجود في مكان هيتخذ قرارات او عقوبات بمزاجه، لان في اجراءات وكل درجة من الدرجات دي فيها جهات قضائية ممكن تشوف اللي ممكن تقلل العقوبة أو تعيد النظر في الموضوع ككل أو تبقي عليها، وفي درجة بعدها وفي درجة بعدها لحد ما تصل لآخر درجة موجودة في كرة القدم. الموضوع ما هواش مجرد مش المحاكم العادية ففيها درجة درجتين في المحكمة. لا، المسألة متدرجة، فمن حق أي حد بيرى أن في قرار أو في مسألة هو شايفها أنها كبيرة أو أنها مش مواجبة للقواعد أو اللوائح أن هو يتظلم يستأنف يتخذ الإجراءات السليمة اللائحية من وجهة نظره ما فيهاش مشكلة. يعني زمالك له حق للاستئناف؟ طبعا في 10 أيام أي حد بيصدر ضده قرار هو له حق أنه يتقدم لجنة استئناف خلال 10 أيام. لو طبعا لجنة الاستئناف فيها قضاء كلها قضاء، لو شاف كمان ان لجنة الاستئناف في الاتحاد لم تعطيه الحق في مركز تسوية ثم بعد كده في محكمة رياضية دولية في الكاس ممكن تتلغي العقوبة دي. كل حاجة ممكنة، ممكن بتلغي، ممكن بتتخفض، ممكن بتتخفف، ممكن تتثبت. كل دي اجراءات طبيعية في كل العقوبات على فكرة. لما طلع هذا القرار ايه الاسانيد او الحيثيات لما بنقول في قرار في حيثيات او اسباب لهذا القرار ايه هي؟ لا، انا مش انا اللي اصدرت القرار. يعني القرار من اداره المسابقات، لان كمان برضو في سبب.
كان ممكن اللجنه لو اللجنه اجتمعت واتخذت قرار فكان هيبقى كانه قرار مجلس اداره فما عليهوش درجه تظلم او درجه استئناف في الاتحاد. لكن لما بيصدر القرار من لجان الاتحاد واداراته بيبقى فيه درجه استئناف او درجه تظلم داخل الاتحاد، ثم بعد كده بنروح للدرجات التاليه في الاستئناف او التظلم. اللوائح بتقول ايه عندنا في مصر؟ لا انت بتتكلم في درجات الاستئناف. الاستئناف لا العقوبه او العقوبه عقوبات المحدده للاشخاص أيوة. الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين بتبدا من اول لفت النظر لحد او توجيه اللوم زي ما الاتحاد الدولي مثلا يقول لحد الغرامه لحد منع القيد لحد منع من المباريات لحد الايقاف لحد ما تصل لمنع من اي نشاط في كره القدم. دي كلها عقوبات متدرجه، دي عقوبات في لائحه النظام الاساسي موجوده وفي لائحه الانضباط وفي لائحه انضباط الاتحاد الدولي وفي الايثكس حتى بتاع الاتحاد الدولي. كل هل بصراحه دي عقوبات موجوده؟ انا مش عايز اختزل الموضوع لان يمكن حضرتك الناس ما تعرفش ان اصلا اللقاء كان محدد من قبل من قبل خالص صحيح. الماتش صحيح. فانا بالنسبه لي عشان بس الامور تبقى نعم. واضحه، انا بالنسبه لي انا موجود في اتحاد الكوره على طرف المساواة مع الجميع. أنا شخصيا كنت أتصور حتى من وأنا رئيس لجنة شؤون اللاعبين في 2004 2005 و2006 وكان أحيانا محمود شيكابالا كان بيبقى له بعض الوقائع. كنت أنا رئيس اللجنة على فكرة في وقت مشكلة برضو باوك والزمالك، يعني بالعكس انا عمري ما كان يربطني بيه اي حاجه، يعني علاقه مش وديه بالعكس خالص، ما يعني ما فيش موقف مسبق من حضرتك ضده خالص او ضد حد. بالعكس بل على العكس بل يعني على العكس بل على العكس. ايه اللي حصل تماما؟ لا 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 خلاص انا مش عايز احكي في الاقباص، يعني انا مش عايز احكي الواقع وكاننا بنحكي موضوع وخلاص. هي بصرف النظر هو الموضوع الناس فاهمه ان هو هي الفكره مش الفكره بس مش الفكره مش عندي كلها بس مش معايا يعني. وعلى فكره برضو هو لا بس هو اللي في الصوره احيانا بيبدو حضرتك وهو احيانا بيبدو في الـ في الـ في, الـ في الصوره ان وكان كنا زمان حتى نقول للعيب كده نقول له تعالى واتكلم حتى لو بتبدي اعتراض مع مدرب. ممكن واحد يقول لك يا كابتن هو ما بيرجعش فيبدو قدام الناس الاشاره انها يعني الموضوع صارخ، فمش كل اللي في الصوره هو الحقيقه. لكن خلينا نبقى بس ايه عشان مش عايز انا مش عايز اخوض في الموضوع ده كتير لانه الموضوع بقى فيه قرار وطبيعي جدا ان في جهات تظلم وطبيعي ان في درجات لا مختلفه من التقاضي. وحاجه ممكن تقول فمش لا عايز أو فمش أو عايز أو مش عايز يعني ايه اتقال او في شتايم حصلت واتقال. لا 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 انا ما سمعتش الشتايم. في شتايم؟ لا انا ما سمعتش الشتايم. ما سمعتش لا انه حضرتك اهلاوي مثلا. هو لا ما دي حصلت دي حصلت هو بالعكس انا يعني هو الفكره ان انا اهلاوي او زمالكاوي ايه علاقه ده بالشغل؟ طب ما انا اهلاوي وزمالك خد الدوري يعني ملهاش اي علاقه بالموضوع. وبالعكس انا احنا رايحين ورايحين ومتفقين. على فكره اتكلمت مع المهندس حسين لبيب قبل المباراه قلت له تحب نعمل تعمل احتفاليه والدرع يتوزع في احتفاليه؟ فقال لا في الملعب. فلما جت الشركه الراعيه عملوا اتحاد فقلت لهم يا جماعه بعد الماتشات دايما بيبقى فيه هرجله والناس كلها نازله وبتجري، ممكن نعمل زي كتير جدا من البلاد في الخارج ان قبل الماتش الفريقين اترصوا الدرع بيتحط بينزل رئيس النادي بياخده وبيتحط وبعد المباراه الفريق بياخده وبيفرح بيه او بيحتفل بيه. هم قالوا بعد المباراه وكان الرغبه عند الزمالك بعد المباراه. يعني على فكره ما كانش في اي حاجه يعني عشان بس انا بعلق على فكره ايه لا مفيش ترتيبات. لا احنا رايحين زعلانين احنا رايحين زعلانين او هي بس الفكره كلها انها مش مباراه، دي مش مثلا مباراه نهائي كاس مصر فاحنا عاملين مراسم التوزيع ده هي مباراه في الدوري العام حسم الزمالك الدوري قبلها فكل حكايه في اثناء مباراه من المباراه العاديه انت هتسلمه الدرع في المباراه. هم لما قالوا ان احنا لا خلي الموضوع بعد الماتش ماتش في السنه، احنا دايما عارفين بعد ماتش في شويه يعني زيطه وهيصه وكده، لكن طبعا ما ممكن يكون مش هنقعد نقول في اسباب كتيره جدا كانت سبب اللي حصل، لكن في الاخر
انت احيانا بيكون في مشهد خرج عن الـ عن الـ الـ الاطار المألوف او الاطار. احنا بمنتهى الامانه والوضوح، ولا في حاجه مباته ولا في موضوع شخصي. وعلى فكره انا حتى ما سمعت الشتايم عشان اقول يعني ان في شتايم او سباب. انا حتى استغرب لما شفت المشهد في في في, في فيديو بعدها. انا كنت حاسس مش شايف المشهد ده وانا في الملعب وانا موجود. لكن طبيعي جدا ان في ناس بتكتب وناس حيالات وانا بالظبط. بالعكس خالص يعني ده كنتوا جنب بعض او قدام بعض. انا مش عايز اقول لك ان الطبيعي لو حد قال لي مثلا انا لو حد قال لي حتى من قبل خالص ما اكون موجود في الاتحاد ان شيكابالا زعلان من الموضوع او عنده مشكله في حاجه وبتاع، فانا وانا لو انا مش في الاتحاد خالص هكلمه، لان انا علاقتي اصلا بيه يعني، او على الاقل انا ما شفتش ما كان فيش حاجه بيه. لا في دول اللي وقفتوا ايه اللي حصل هو في خلي بالك، بس في ناس من المنظمين وفي ناس من العلاقات العامه وفي ناس من الامن او من شركه الامن. فهو عايز يخرج الولاد اللي جوه، وبعدين هو دي مثلا قال انت مش عارف اهلاوي لا في اللحظه دي بس. لكن هو ما كانش الموضوع مش كان خلاف بينه وبينه، هو الفكره ان هو كمان في احتكاك مع المنظمين والامن، هو بيحاول يخلي الولاد مش مع المهندس احمد مجاهد بس، لا هو بيحاول الامن الملعب يعني. هو بيحاول يخرج الولاد اللي جوه، فيهم كذا واحد مثلا من لعيبه النادي، وفي ناس من الناشئين موجودين، وفي ولاد صغيره وفي بنات. فهو كان بيحاول بيحاول مع الامن ان هو يخرج المجموعه دي. والمجموعه دي نزلت في اخر ربع ساعه من الشوط الثاني، حتى المباراه وقفت دقيقتين ثلاثة لأنهم اتفتح الباب الجانبي، فنزل عدد كبير جدا للكوريدور. فهو كان عايزهم ينزلوا من الأول الملعب، فده كان الرفض الأول بينه وبين ليه وبين الأمن. لكن ليه ما نزلناش زي ما بيحصل بره يعني؟ لا اتفقتوا على ايه؟ طيب اتفقتوا على ايه؟ مفيش أصلا. هي المسألة بمنتهى البساطة، الاتفاق إن احنا هنسلم الدرع للراجل رئيس النادي المهندس اللبيب، ثم بعد كده هم يحتفلوا بيه كنادي بطل واللعيبة مبسوطة بقصارها أيا كان الموضوع، بس مش أكتر من كده. فالاختلاف هو كان الطبيعي ان مثلا مسؤول العلاقات العامه من النادي او الاداري او حد هو كان يتكلم. انا ما كانش فيه انه مش شيكابالا اللي هيسلم، اللي هيسلم كابتن حسين لبيب ده اللي لا كفاق. وحتى لو لا يعني عشان بس برضو الناس قالت ايه لا اصل احنا قلنا مش هنسلم لشيء. لا ما فيش، هو الفكره كلها راجل رئيس النادي، وانا وكان المفترض يكون موجود فيه المسؤول الشركة الراعية، لكن طبعا مع الزحمة في الخارج واليوم يعني كان الوقت سريع، كان عنده ارتباطات فما كانش موجود. ده أمر طبيعي جدا. الموضوع بقى عند نادي الزمالك، فبدل ما كان يتبعت لنادي الزمالك على النادي، فالناس طلبت انها تستلمه في الملعب، مش اكتر من كده. لكن هي دي مش مثلا ما كانتش ترتيب، ده مش مثلا نهائي كاس مصر فالاتحاد بيعمل المراسم من اول دقيقة لاخر دقيقة ومرتب شركات الامن بتاعته وعامل الستيج وبيعدي يسلم الميداليات. الموضوع ما كانش كده. الموضوع مباراة حسم فيها الدوري اللي هي مباراة الانتاج الحربي، فدي كانت اخر مباراة. فاحنا كنا بمنتهى السعادة فرحانين ان احنا كمان خلصنا موسم. قال لي ما كنت سعيد وكنت حضرتك مقموص وانت بتسلم حضرتك. لا هو اللي حصل وانت بتسلم الدرع. لا هو الاحداث كسرت بخاطر الزمالك وكل الزمالك. لا بالعكس، انا ده كان غير مقصود تماما. هو اللي حصل شوية الاحداث دي هي اللي خلت الموضوع يبقى حتى رئيس النادي اللي موجود المهندس حسين لبيب يعني فكان هو كمان يعني حاسس ممكن يكون حاسس بحرج، حاسس بدي يعني زعلان، مش شرط من لعيبه من الموضوع نفسه. فكان الموضوع يستلم الدرع ويفرحوا بيه لعيبه الزمالك. انما لو من الاول احنا زعلانين ولا الاتحاد زعلان. الاتحاد اولا احنا في اليوم ده بالتحديد الحمد لله اتحسن بالنسبه لنا وانتهى الدوري وخلاص بقينا 5 ماتشات بسيطه جدا في اليوم التالي. فخلاص احنا بالنسبه لنا الحمد لله عملنا الاحتياجين على موسم بادئ في ديسمبر. انت بادئ موسم في ديسمبر، فان انت تنهي دوري في شهر 8 ورغم كم الضغوط اللي موجوده وتوقفات الدوليه ودوره اولمبيه واثنين نهائي افريقيا وسوبر افريقي والاهلي بيلعب كاس عالم الانديه وتوقفات منتخب مع كل ده وتنهي الدوري في 8، فاحنا الاتحاد كنا في اسعد احوالنا. خلصنا الحمد لله شغلنا، بس اخر الخلاصه ما كانتش عارف جميعا اللي نشوف مراسم تتويج وهتافات والناس. هي الفكره هي الفكره ان احنا كان بوظت اللي اتعمل. لا الفكره ان احنا كان الكلام ان احنا طب يا جماعه نيجي نسلم الدرع ده يعني نعمل احتفاليه بمناسبه نهايه الموسم ونسلم الدرع، فالناس طلبوا انها تاخده في الملعب. احنا خدنا الدوري خلاص والدوري اتحسم فنستلمه في الملعب. نعم. ف
فالملعب اساسا الماتش بتاع البنك الاهلي هو مش ماتش كمان مش ماتش الزمالك فالترتيب حتى ما تقدرش تلوم عليه الزمالك ان هو مش صاحب المباراه والبنك الاهلي ما هو مش البطل وبيلعب ماتش عادي بالنسبه له في الدوري فكان الكلام انا قلت لهم طب يا جماعه نسلم قبل البتاع طلب نادي الزمالك قالوا يا جماعه احنا السنه اللي فاتت نسلم بعد المباراه فيبقى الافضل بعد المباراه لم يكن ابدا على البال ان ممكن يحصل اي ازمه من اي شكل من الاشكال في كل الاحوال في كل الاحوال احنا بنبارك لنادي الزمالك على حصوله على مسابقه الدوري بطوله مسابقه الدوري العام ودرع الدوري العام واحنا السنه دي بنحتفل ب 100 سنه كره مصريه صحيح الزمالك عنده الاهلي عنده عدد اكبر من بطولات الدوري العام لكن اول مسابقه اتعملت سنه اول فريق مصري فاز بكاس السلطانيه سنه 21 اللي هي اول سنه فريق اربع سنين فرق انجليزيه الزمالك خد سنه 21 وخد بطوله الدوري العام 21 يحسب له هذا في التاريخ زي ما بيحسب للنادي الاهلي عدد بطولاته الكبيره جدا بنبارك لنادي الزمالك بنهايه الدوري احنا الحمد لله شايفين ان احنا عملنا دورنا على الوجه الاكمل لن نرضي الجميع اكيد في جماهير من النادي الاهلي غير سعيده بعدم فوز فريقها او ببعض الامور اللي هي شايفه انها ممكن تكون فرقتها اتضغطت لظروف ان هو كمل في كل البطولات وده كان امر خارج عن ارادتنا نعم. كذلك ممكن يكون جماهير الزمالك المشهد ده حسسهم ان لا ده الناس مش مبسوطين ان احنا خدنا الدوري نعم. وده مش صحيح انا بقول لك اقسم بالله ان الموضوع ما كان اكتر من اللي بحكيه ده ولا حد مش سعيد ولا حد زعلان بالعكس انا في اليوم ده احنا رايحين المفروض احنا في اسعد حالاتنا انت عارف لما يكون عندك انت شغل ومستلم موسم صعب جدا وعايز تنهي وما انتش عارف ايه اللي هيحصل وضغوط من جمهور الزمالك وضغوط من الاعلام ومن السوشيال ميديا وفي الاخر الموسم خلاص ده اخر يوم ليه فاكيد انت ما يعني زعلان الله اعلم بقى حد تاني ما كانش كان عايز يضرب كرسي في الكلوب او يعمل لكن انا بقول لك احنا كنا يعني سبحان الله ورحيم من بدري طب انا هقول لك على حاجه لو انا مثلا رايح متضرر انا رايح قبل كل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك انا اول واحد كنت موجود في الملعب قبل اعضاء مجلس اداره الزمالك وقبل اعضاء مجلس اداره نادي البنك الاهلي الوحيد اللي سبقني يمكن العميد حاتم اللي هو مدير التنفيذي لنادي البنك الاهلي هو منظم المباراه بالاضافه لمجموعه من العلاقات العامه في الناديين لو انا مش حريص ان انا اروح بدري انا رايح بدري ورايح يعني مصلي المغرب هناك وقاعد مع الناس ومبسوطين جدا الحمد لله موسم خلص ومتفرج على ماتش الاسماعيلي وسيراميكا في الـ في الـ في الـ في, الـ في التلفزيون هناك في الـ في الـ في الاوضه يعني ما فيش اصلا حاجه تقول ان في مفيش سوء نيه او ولا اي عبق ان انا ابوظ الاحتفاليه لا طبعا ده حاجه مش ولا في الاحلام لكن ولا حتى في اصل اللي اتقال ولا في عبء نفسي علينا بالعكس اتعمل مقارنه شوف الاهلي السنه اللي فاتت اتعملت ومهندس عمرو الجناين وعملوا احتفاليه رائعه للنادي الاهلي قبلها لا مش دي مش اللي فاتت اللي قبلها دي ما راحش فيها اللي راح فيها محمد فضل فضل بالظبط قبل كورونا بالظبط مظبوط وحصل مشكله بتاعت بالظبط ومناسبه بتاعت فضل بعد كورونا فضل وكهربا انه مفيش عقوبه وقعت زي ما حصلت على شيكابالا وخلص بقعده ليه ما تعملش نقعد قاعده مع بعض وهات شيكابالا انا مش عايز اقول حاجه ما انا خلينا راي في الناس نقوله وحاجه ترد على اولا الأرض. اولا الموضوع لو هو مجرد يعني هو احد المسؤولين اعتبر ان يبقوا ساعتها حط الوقتين زي بعض لكن هي دي بس فيها الثانيه ما كانش فيها محاوله المره دي المره اللي فاتت ما كانش فيها محاوله ادخال حد من الخارج او احتكاك بالامن والمنظمين ما كانش فيها شكل من اشكال اثاره الجماهير الثانيه ما خلاف اخد انا اللي امسك يعني فيها اختلاف وان كان وارد ان المتخذ القرار في هذا التوقيت يعني شاف ان ممكن الموضوع يتحل بالشكل ده لكن انا كنت شايف ان هو في الحالتين كان يجب ان يبقى فيه عقوبه ممكن ايه بقى لدرجه ايه الحاجات ايه التوصيف اي حاجه في الدنيا بيبقى لها توصيف ده حصل واحد اتنين في هتاف في اثاره في سباب في احتكاك في كذا او في كل حاجه لها توصيف بس فدي حاله ودي حاله في الاخر بس عشان الناس تبقى يعني هو متخذ القرار ما كانش واحد الاول فالقياس اساسا ما هوش مش موجود يعني ايه ما كانش واحد مش لا يعني مش اللي كان بيدير في التوقيت غير اللي بيدير غير اللي بيدير دلوقتي تمام نعم. لا طبعا طبعا فدي نمره واحد نمره اتنين بس لجنه المسابقات هي طب اللوائح انا بتكلم على لوائح بغض النظر حتى اداره المسابقات مين موجود حتى
حتى اداره المستوى مختلفه. اه لا اللائحه بغض النظر الناس اتغير اللائحه بتقول هي دي بص اللي انا بستند ليها. بص بص يا احمد بيه، نعم، في كل الاحوال اللائحه بتسمح بكل الحجم ده من العقوبات، من العقوبات. لكن هي الفكره ايه؟ آه. الفكره الناس شايفه ان ممكن يكون في قرار شايفه ان هو مش إنه تقليدي. مش تقليدي، مش تقليدي، خليه مش تقليدي. اه او ان هو اشد من تصورها. تمام، انت النهارده عندك درجات. تمام، اول حاجه في لجنه استئناف في الاتحاد. تمام، بيرأسها المستشار عادل الشربجي، ده كان راجل نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى. نعم، يعني درجه. واللي معاه كلهم مستشارين وقضاة. نمره 2 في درجات كمان بعد المستشار عادل الشربجي. هفترض ان اول درجه انت شايف انها ما كانتش على المستوى. تاني درجه ممكن تقول ممكن يكون الصوره اللي ظهرت او بدت لحد من اللي اتخذ القرار الاولاني، بتكلم على اي قرار بشكل عام، اي قرار. الصوره اللي ظهرت بشكل عام اللي بعد كده القرار التالي او المستأنف امامه، يعني يشوف لا ان الموضوع ده كان في مبالغه في 1 2 3 4 عادي جدا. يعني اقول لك على حاجه، انت تتخيل الناس فاكره ان الموضوع في الاخر بيتشخصن. انت متصور حضرتك ان اتقالوا حاجه خصم وحكم في نفس الوقت في الاخر انت اتقال كده في الاخر انت تهاجي اصلا ان رئيس الاتحاد وبعدين انا طلع قرار في الاخر اتحاد الكوره هو 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 الجهه مش خصم. الفكره كلها انت اتهاجمت اتشتمت يا عم، ما في 100 مليون بيشتموا بقالنا دلوقتي كام شهر، ما في ملايين من جماهير النادي ده وجماهير من ملايين من جماهير النادي ده بيشتموا باستمرار، وده يتهمك ان انت بتخدم ده، وده يتهمك ان انت بتوجه البطوله لده، وده يتهمك ان انت هنتكلم بعد شويه على يعني الكلام الموضوع ده. الموضوع ان انتم مش راضيين حد، ما حدش راضي عنكم. مش الهجوم. مش الهجوم. او النقد اللي يخليك تاخد اي قرار انفعالي، لكن في الاخر محددات للي قاعد في المكان، وصوره لازم تشوفها بشكل كويس. واحيانا ممكن يكون في اول مره خطا يحصل، ثم يحصل خطا اكبر، ثم يحصل ممكن في وقت معين يحصل خطا، لابد في الوقت ده من اتخاذ قرار قوي عشان توقف ردع سيل من القرار. ممكن ما يبقاش بس هو مثلا في واحد لعيب ممكن يبقاش صغير خلاص. لكن هل الواقعه دي لو ما اتعملش فيها حاجه، هل لو الواقعه السنه اللي فاتت كان اتاخد فيها عقوبه او قرار، كان ممكن دي ما يحصلش حاجه تاني؟ طب هل لو اتثابت دي ايه اللي ممكن يحصل بعد كده في اي مرحله تانيه مع حد؟ بس هي دي الفكره. لكن الموضوع ثمان شهور متشاف انه شيكابالا خلاص هيبطل كوره، لا معناها كده انه ده الواحد لو قعد اسبوعين من غير كوره مش هيكمل يلعب. ثمان شهور يعني عقوبه البعض بيراها كبيره او قاسيه. انا عشان كده بقول لك في طب حضرتك في درجات الاستئناف والتظلم. بما ان حضرتك ما كنتش طرف في هذا القرار كالمواطن احمد مجاهد وليس رئيس اتحاد كره القدم المصري، المناسبه ايه؟ العقوبه ايه؟ او كان الموضوع ده يتعمل ازاي؟ صراحه لا خلاص يعني ما ينفعش اتكلم كمواطن في الحاله دي. لكن انا بقول لحضرتك اللي انا اقدر اقوله ان 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 اي قرار بيتخذ في التوقيت اللي احنا موجودين فيه ما عادش زي زمان. في درجات للتقاضي الدرجات دي خارج اطار الاتحاد اساسا. يعني عشان بس يبقى الناس متصوره ان في الاخر طب ما لا الموضوع بيبقى خارج اطار الاتحاد اساسا، ومفيش اي غضاضه. على فكره ما قبل القرار اللي هو حتى الان، ما قبل حتى درجه الاستئناف، هو في التماس بتخفيف العقوبه اصلا من الزمالك يقدمه طبعا للجنه ولا لحضرتك؟ لا ومن اللاعب نفسه. لا للجنه. احنا نفسنا. أيوة. يعني مجلس اداره في درجات تقدر تخفف فيها او تقلل فيها او تشيل فيها ما قبل حتى التظلم عند درجه التظلمات. واحنا ما عندناش خلي بالك اي غضاضه عشان بس الناس تبقى فاهمه ايه. لا ده الناس بتتراجع. لا الموضوع مش تتراجع. ما ينفعش تكون انت بتعند في قرار انت شايف ان القرار ده هو كده الصح، حد تاني شايف ان هو مش صح، مفيش مشكله يعني. نعم، فعندهم عنده التماس. أيوة. عنده استئناف. أيوة. عنده درجه تقاضي في مركز، عنده درجه محكمه رياضيه، عنده كاس، كل ده عنده من اول الالتماس للجنه اللي هي اللي بتدير الاتحاد لتخفيف العقوبه. ما دام انت ما تقدرش تخفف لو التظلمات او الاستئناف صدق خلاص اعتمد،
ده انا ما خففش، ده الدرجه اللي بعده هي اللي تقلل. لكن ما قبل الاستئناف من ممكن من حق اللجنه او من حق اللي بتقوم بعمل مجلس اداره او من حق مجلس اداره انه يتقدم له التماس بالتخفيف طبعا. طب معانا الكابتن حسين لبيب. اولا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. تحياتي لحضرتك. معانا المهندس احمد مجاهد. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ. اولا شفتوا قرارات النهارده اللي صدرت ضد نادي الزمالك وايضا شيكابالا ازاي في نادي الزمالك؟ طيب خليني الاول كده بس ادوني دقيقتين وبعدين ارد على اي استفسار من حضرتك. اتفضل. يعني نمره واحد، احنا بنحترم جميع الاتحادات الرياضيه في مصر وجميع الانديه في مصر وكل المنظومه الرياضيه في مصر، ده اول حاجه مبدئيه احب ان انا اوضحها تمام. نعم. نفس السياق، بنحترم جميع اللوائح والقوانين ما دامت هذه اللوائح والقوانين بتطبق بدون استثناء او اي اغراض غير انها تطبيق اللوائح، فيبقى على كل سواسيه ما عندناش اي مشكله فيها. نمره ثلاثه، انا شايف من وجهه نظرنا كنادي الزمالك ان جميع الاطراف اخطات، هو ليس لاعبي نادي الزمالك فقط انما التنظيم من وجهه نظرنا كنادي ومن وجهه نظر الكل اللي شاف التنظيم، كان التنظيم سيء جدا جدا سواء من اللجنه المنظمه او المسؤولين عن التنظيم او العلاقات العامه، فبالتالي اصبح فيه هرج ومرج عنيف، فبالتالي مش لاعبي نادي الزمالك فقط هم اللي مخطئين. نمره اربعه، ان النهارده ولادنا لاعبي الفريق الاول، احنا عندنا الفريق الاول يعني يمكن في المعسكر اللي كان قبل نهايه الدوري اللي قعدوا فيه 20 يوم كان مستر كارتيرون طلب مننا ان احنا نضم للمعسكر ده في حدود من 8 ل 10 ولاد من الناشئين، والولاد دول منهم زي اسامه فيصل يعني اشترك في الدوري فعلا. انا قبل الماتش ما يخلص ب 10 دقائق الكابتن محمد عبد السلام يعني كلمني في التليفون وقال لي انا مش عارف ادخل الاستاد، انا عايز احضر الاحتفال. انا ما بقولش غلطه مين، انما انا بحكي لحضرتك ان زي ما بقول ان يعني في خرج ومرج، وكان دخول الاستاد يعني بصعوبه مطلقه مع ان كان في بتاع 500 شخص انا مش عارف دخلوا ازاي، انما حتى اللي احنا الاسماء اللي احنا وديناها للجنه المنظمه الكشف بيبقى مفروض من 25 اسم، الاسامي دي اتقطعت على الباب وقال ما حدش داخل، فحصل كتير من الكلام. انما اللي انا اؤكده زي ما المهندس احمد برضو اكده ان ما حصلش اي شتيمه من اي شخص لاي شخص. صحيح. لا يمكن حصل كده. انما هي كانت عصبيه، الكل عايز يدخل. يعني احنا كلنا شفنا الفيديو اللي الكابتن سيف الجزيري بيحاول ينزل ابنه من على السور وكابتن حسين السيد اخده له، فده اللي انا بعتبره كل المنظومه دي كانت خطا من الاول للاخر بجد يعني، وكان التنظيم في منتهى السوء، ومتهيألي انا مش بتجنى على حد، انا بقول فاكس او وقائع. احنا بالنسبه لنا يعني اللي انا شايفه كويس جدا جدا دلوقتي ان اتحاد الكوره من حقه ياخد الاجراء اللي هو شايفه من وجهه نظره سليم، ده يعني حق اتحاد الكوره اصيل فيه، واحنا من حقنا زي ما برضه المهندس احمد مجاهد قال ان احنا هنقوم بال زي ما بيقولوا ان احنا هنعمل استشكال او هنعمل طعن على الحاجات دي وهنمشي على الاجراءات الطبيعيه القانونيه. عندنا اكثر من مرحله في عمليه الاستشكال القانوني، وبالتالي ان شاء الله انا متعشم برضو من المهندس احمد مجاهد ان هو يشوف فعلا الوضع كامل على بعضه، وبالتالي يقدر برضو يبقى فيه قرارات اخرى. انا لا اتدخل في القرارات، انما في الاخر احنا كلنا برضو عارفين ان في امور ساعات الواحد بيخرج عن شعوره لاجل حاجه معينه. صحيح. زي ما شفنا مثلا الكباتن بتوعنا عايزين يكرموا احد يعني كباتن نادي الزمالك اللي توفاه الله ويلبسوا تيشيرتات عليها اسمه علاء الله يرحمه، كابتن علي الله يرحمه. نعم. فبالتالي يعني انا شايف ان العمليه دي كلها يعني من وجهه نظري الشخصيه بجد يعني ان انا اؤكد على ان نادي الزمالك واطلب من
من الجميع ومن الجماهير سيبونا احنا يا جماعة بنشتغل، بس بنشتغل بطريقتنا بدون تجريح في اي شخص، انما لن نتنازل عن اي حق من حقوق نادي الزمالك او لاعبي نادي الزمالك طول ما احنا لنا الحق، طول ما احنا لنا الحق. وانا شايف ان الموضوع ده ان شاء الله عما نسلك السبل القانونية المضبوطة ان شاء الله هيبقى فيه حلول اخرى ولكل حدث حديث زي ما بيقول. احنا عاملين اجتماع مجلس ادارة يوم الثلاثاء القادم، اجتماع طارئ، المستشارين القانونيين بيدرسوا اللوائح، بيدرسوا اللوائح والقوانين بتاعة اتحاد الكورة بالكامل وبيحطوا وجهة نظرهم، وبالتالي فعلا في الاخر هيطلع القرار بتاعنا بعد ما نشوف برضو رأي الناس القانونيين، لان احنا بنشتغل يعني شغل مدروس، وليس ان احنا النهاردة بنطلع قرارات عشوائية او قرارات غير مدروسة على الاطلاق. طيب اخر حاجة بس بحبها كده ان يعني بعد اذنكم انا شايف برضو من وجهة نظري ان في ناس زعلانة كتير قوي من الاستقرار والفوز اللي الحمد لله ربنا كرمنا بيه. احنا كسبنا السنة دي، ويعني بأكد على ان كل جماهير نادي الزمالك افرحوا، ناديكم كسب كرة القدم، كرة السلة، كرة الطايرة، كرة اليد. سيبونا نشتغل وان شاء الله مزيد من البطولات لكم وللنادي العظيم بتاعنا. يا جماعة احنا ان شاء الله محدش هيسيب فرحتنا ولا هياخد فرحتنا. احنا كمجلس ادارة قررنا هنعمل احتفاليتين، الحكاية الأولى في أحد الفنادق الخاصة، وهيبقى مجموعة كبيرة من رموز نادي الزمالك ومن كل المنتمين لنادي الزمالك، وده مستنيين فقط رجوع اللاعبين من المنتخب واللاعبين الأجانب، ثم بعد ذلك بناخد موافقات أمنية هنعمل احتفالية لجماهير نادي الزمالك اللي كلنا بنعشقها وهي بتعشق ناديها، ونحتفل سواء مع الجماهير أو مع رموز نادي الزمالك بالاربع بطولات. فانا باكد لكل الزملكاويه احنا مش هنفرط في فرحتنا، ان شاء الله فرحتكم هتبقى موجوده وباحسن طريقه وهتليق باسم نادي الزمالك العظيم. طيب انا كده خلصت، خلاص خلي حضرتك معايا كابتن حسين. اولا بشكر حضرتك على هذه الروح، بنتكلم في دوله قانون والمؤسسات ونادي الزمالك نادي عريق به كل الناس الموجودين فيه تحترموا هذه القرارات وتبدأوا في الاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون واللوائح، وبالتالي هذا أمر يحترم بعيدا عن الإثارة وبعيدا عن التسخين. مهندس أحمد مجاهد هيكلم حضرتك، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. باشمهندس حسين، الأول طبعا أنا ببارك لحضرتك بالفوز ببطولة الدوري، ولسه الله يخليك، ولسه بقول للأستاذ أحمد دلوقتي إن نادي الزمالك هو أول نادي مصري سنة 21 حقق الكأس السلطانية بعد أربع فرق إنجليزية، وبعد 100 سنة في دوري 21 الزمالك هو بطل الدوري، فدي حاجة يعني مش محتاجة مزايدة من حد. الحاجة التانية طبعا أنت حضرتك عارف تقديري واحترامي ليك أولا ككابتن مصر وكاسم كبير في نادي الزمالك، والنهاردة بتدير منظومة نادي الزمالك في ظروف الحقيقة يعني صعبة جدا، ربنا يكون في عون حضرتك. اللي أنا بأكده بس مش عايز أقعد أعيده تاني، إن أنا يمكن أنا طلبت حضرتك قلت لك نعمل نسلم الدرع في حضرتك، كان ليك رأي نبقى في الملعب برضو مع مجموعة الرعاة والنرم طب قبل المباراة، فهم اختاروا بعد المباراة وخلاص. أنا مش عايز أقعد أعيد، أنا بأكد زي ما حضرتك اكدت كان في حاجات كتيره جدا مش عايزين نقعد نقول، مش عايزين نقعد نقول كان مين فيها السبب او لا، لكن خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل. الحاجه اللي انا باكدها لحضرتك الموضوع، وانت تعرف كده كويس، وانا باكد زي ما حضرتك قلت انا ما سمعت الشتيمه، انا شخصيا ما سمعت الشتيمه. نادي الزمالك نادي كبير وجماهيره يعني عريقه وضخمه، وجماهير النادي الاهلي جماهير كبيره، بالناديين هم العمودين والركيزتين الاساسيتين للرياضه المصريه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص، لا يمكن ان يقلل احد من هذا الكلام. بنحترم كلام حضرتك كويس جدا جدا جدا، ومفيش اي مشكله ولا اي ازمه ولا اي غضاضه من اتخاذ كافه الامور اعتبارا من بدءا من الالتماس ثم الاستئناف ثم الطعن حتى في القرارات الصادره، ده حتى لو
الخطوات الأولى ما جابتش نتيجة، وده يعني حقك تماما، ولا يمكن احنا نفسنا، واللي يغلط واللي يزعل من الكلام ده يبقى راجل بقى عنده يعني موضوع شخصي او هوى شخصي. الحاجة اللي انا احب اقولها لحضرتك وللجماهير كلها ان 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 شيكابالا كراجل موهبة لا يمكن حد كان في يوم من الايام يختلف عليها، وكلنا بنحبها كموهبة. يمكن كان ممكن ياخد اكتر من اللي خده بكتير في مجال كرة القدم، لكن انا بقول لك انا بقول لحضرتك انا يعني ما كنت ابدا في يوم من الايام نتخيل ان ممكن يبقى قدام اتحاد الكورة موقف تاني لراجل كابتن نادي الزمالك او حتى كابتن نادي الاهلي او كابتن او اي نادي من الاندية بهذا الشكل. في الاخر احنا كلنا في مركب واحدة، احنا في بلد محترم، في بلد قانون، محدش ينفع يقول ان انا يا ارض تهدي ما عليك ادي، ولا احنا نقدر نقول هو كده وخلاص. احنا بنحترم حضرتك، بنحترم نادي الزمالك، بنحترم كل مؤسسات الدولة المصرية، واحنا كاتحاد احنا مش خارج الاطار ولا المنظومة، ولا احنا كمان على راسنا ريشة. رأت تقاضي وتنازع واختصام كمان، ولا عندكم موقف في نادي واختصام. الزمالك لا ده كلام مش ممكن يتقال. ويمكن الكابتن حسين انا كنت موجود في الملعب قبله، يعني الكابتن حسين على ما جه مع الزحمة اللي برة انا كنت في الملعب من قبله. فانا باكد بس لحضرتك كابتن حسين ان انا اعلم جيدا، ممكن يكون مش عايز اقول كم الحرج، لكن كم الضغوط كمان والجماهير من الناديين. زي من 4 ايام بالظبط جماهير النادي الاهلي بتلوم وتقول اتحاد الكره، لا اتحاد الكره الدوري ومتوجه من الحكام. النهارده خلاص الموسم الدوري خلص بكل صعوباته، كنا نتمنى ان يعني المشهد الاخير يبقى فرحه، وزي ما حضرتك قلت ان طبيعي جدا الناس تبقى محققه بطوله تكون فرحانه. انا باكد بس لحضرتك عشان الناس تبقى فاهمه الكلام ده، الموضوع بكل تقدير واحترام بتنظر لكل القواعد اللي موجوده، ولو في لجنه من اللجان حتى اتخذت قرار اي طرف شايف ان هو القرار ده مش منصف ليه او غير عادل بالنسبه له، ما فيش اي مشكله في اتحاد الكوره ان احنا ضامنين ان كل الناس تقدر تتقاضى بشكل طبيعي كمان. وحتى من قبل التقاضي بمجرد لو حتى في التماس بتنظره اللجنه او باخر، المساله ما فيهاش اي مشكله. يعني احنا ما عندناش موضوع مسبق، وحضرتك تعرف كده كويس جدا كابتن حسين. انا بشكرك وانا عارف كم الضغط والحرج اللي عندك، يعني لو عندك رفض لاي حاجه لو قلتها مفيش مشكله، لكن كابتن حسين قبل ما انا متفهم حضرتك ان نادي الزمالك مش متقبل القرارات، عشان الجمهور ما يتصورش ان ايه، لا ده في الاخر الناس بتقول ان القرارات احنا قابلينها وبنعمل. انا عارف نادي الزمالك مش متقبل القرارات، واحنا بنقول احنا متقبلين نادي الزمالك مش متقبل القرارات. اتفضل كابتن. يعني انا بس اكد، انا محترم كل اللي حضرتك قلته يا باشمهندس، كل اللي بس بحاول اكده كابتن شيكابالا يعني كابتن نادي الزمالك وكابتن اسطوري في نادي الزمالك، وكلنا عارفين موهبه والتالنت بتاع كابتن شيكابالا. صحيح. انما كلنا في عصبيه معينه، هو يعني كابتن شيكابالا فعلا لما بنتكلم معاه هو كان كل وجهه نظره ان اللاعبين الصغيرين وزوجات اللاعبين، وانا مش عايز احكي في الكلام ده. صحيح. انما هو انا ما بديش عذر لاي خطا لاي شخص، انما في نفس الوقت احنا ما بنيجي نقول الكابتن شيكابالا لا، ده انسان محترم، كابتن من كباتن نادي الزمالك، كان وده وهو امل حياته انه يسعد جماهير نادي الزمالك. فبالتالي زي ما حضراتكم كده واللي قبلينا يعني زي كابتن محمد شناوي، ما بحبش ادي امثله بس انا هدي مثال واحد، اما لقينا ان المصلحه العامه لابد ان كابتن محمد شناوي يحصل تخفيف للعقوبة، ده اللي أنا بطلبه. زي ما بنقول بيبقى فيه قانون وروح القانون، وبيتشاف التاريخ بتاع كل واحد ويتشاف هو وجهات نظره إيه. ما نطلبه هو العدالة في كل شيء ولا أكثر من ذلك. بحترم كل قرارات اتحاد الكورة، بحترم المهندس أحمد مجاهد، بحترم برنامج حضرتك يا أستاذ أحمد، وتحت أمرك لو في أي حاجة. أولا هل لأنه في بعض، وخليني أقول لحضرتك كمان والمهندس احمد كمان موجود معانا، يمكن اتكلمت في ده من شويه، انه بعض الجماهير بتقول انه كان في ترتيب لافساد فرحه نادي الزمالك بالحصول على الدوري بعد يعني سنه طويله، وهذا الدوري بالنسبه لنا هو اهم دوري حصلنا عليه. رد حضرتك على هذا الكلام ايه؟
لا يعني انا ردي بقى يعني بص يا استاذ احمد، يعني الرياضه طول عمرها بيبقى فيها حاجات كتير، بيتدخل فيها حاجات كتير زي الانتخابات والحاجات دي. ما احنا يعني الحمد لله صحيح. النهارده يعني جميع الجمهور الزملكاوي، بلاش جميع لان ما اقدرش اجمع حاجه، انما الاكثريه منهم بتقول والله اللجنه دي ناس كويسه وبتاع، في ناس اوريدي بتقعد تطلع كلام علينا و و، فانا متخيل ان كل حاجه في الدنيا الواحد بيمشي صح، ما بيهتمش بالكلام اللي هو في كلام كتير بيطلع، يبقى خلينا نمشي صح مظبوط، كل واحد من وجهه نظره، ممكن كبني ادم باخطئ او بعمل حاجه صحيحه، انما لن نحيد عن الحق، الحق الا وهو ان الدوري السنه دي اتحاد الكره بذل مجهود كبير جدا عشان يقدر يكمل بطوله الدوري. نادي الزمالك يستحق الدوري عن جداره عن جداره، وده اصعب دوري نادي الزمالك اخده بامانه، ده اتغير عليه ثلاث مجالس اداره في عدم استقرار، وكان في كل المشاكل اللي كل مصر عارفاها، قدر ولادنا الكبار جدا 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 العظماء انهم يحققوا دوري. معلش يا استاذ احمد انا عارف انك اهلاوي، انما احنا كلنا يعني في منافسة شريفة، انما انا بشكر لاعبي نادي الزمالك من كل قلبي، كانوا رجالة ابطال فعلا، رجالة وابطال، ويعني الحمد لله الموسم عدى على خير، وعايزين ننهيه على خير. بناشد المهندس احمد يا جماعة، عايزين نكمل مشوارنا كلنا مع بعض، احنا فاضل لنا ثلاث شهور، يهمنا نكمل الكاس، وان شاء الله عيننا على الكاس، واولادنا وعدنا انهم يجيبوا الكاس. انتوا طمعين قوي، طمعين قوي يا كابتن حسين، ما يعني كفايه دوري يعني السنه دي. لا ان شاء الله، بس عشان نثبت لما الحاجه يعني تبقى منظومه. الاهلي عمل جايب صفقات جامده جدا، لا كاس ولا دوري، خلاص هو الدوري خدتوه، بعد كده اللي جاي جامد جدا. يا كابتن احمد يا استاذ احمد، عندنا صفقات ناريه، الخطيب جابها اليومين اللي فاتوا. طبعا يعني طبعا احترامي كامل للنادي الاهلي، وجايب صفقات هايله جدا، بس احنا ابطال الدوري من غير صفقات، وان شاء الله عن صفقات. بس برضه يعني عايز اوضح لحضرتك، اتفضل، احنا عندنا خمس لاعبين معارين كانوا نجوم الدوري المصري، نعم، دول لما يرجعوا اعتبرهم خمس صفقات قليل جدا جدا، نعم، يدفع فيهم فلوس كتير جدا عشان تاخدهم دول. نعم، احنا عايزين زي ما بنقول كده الدوري المصري يعني ساخن زي ما بنقول دايما، وبكل روح رياضيه مع للجميع بصراحه، والمنظومه كمان. لكن حضرتك بتقول انه مساله افساد الفرحه، لانه ده الناس اللي شغاله عليه دلوقتي، افساد فرحتنا ومش عايزين نبقى فرحانين، واحنا عشان خدنا الدوري والكلام ده. هل في هذا الامر اي شيء قدام حضرتك كرئيس نادي الزمالك؟ اللي قدامي ان انا اتعودت يا استاذ احمد، انا بلعب وبكتب مش محتاج حد يكسبني. فانا فرحه الزملكاويه هحطها لهم لغايه عندهم، فانا مش محتاج حد يديني الفرحه او يخليني احتفل بالفرح. نادي الزمالك اكبر مننا كلنا، نادي الزمالك هيقيم حفله ان شاء الله، هتبقى حفله كويسه جدا عند رجوع اللاعبين، وهنقيم حفله اخرى للجمهور في نادي الزمالك، فبالتالي انا مش محتاج اي حد، حتى لو عايز يسرق فرحتنا مش هيعرف. هل في دعوه موجهه للمهندس احمد مجاهد اللي هو شيكابالا في الحفله دي ولا لا؟ طبعا يا فندم، عشان انا جاي الحفله بالمناسبه، امبارح جات لي دعوه من كابتن حسين السيد. يا فندم يعني كل سنه هتبقى مدعوه. لا شيكابالا في الاخر ابن اتحاد الكوره يعني. أيوة. اي وقت اتحاد الكوره ده هو ابن اتحاد الكوره في النهايه، وطبعا والكابتن حسين لبيب، الناس كلها احنا ما عندناش مشكله، ما الموضوع ما هوش يعني في خصام ولا خلاف ولا كده. نروح نزور الكابتن احمد مجاهد وكل حاجه، ما فيش مشكله خالص. تنور، ما فيش مشكله. حضرتك هتروح تزور الكابتن احمد؟ طبعا يا كابتن حسين، ينور الدنيا طبعا. وشيكابالا ابن من ابناء اتحاد الكوره، وكل لعيبه نادي الزمالك ولاد الاتحاد، وهم بالاضافه هم ولاعيبه النادي الاهلي ومجموعه من الانديه الثانيه، هم طبعا الاهلي والزمالك هم الركيزتين الاساسيتين للمنتخبات الوطنيه في كل الالعاب، مش بس في كره القدم. فده ما يعني هي دي الرياضه اصلا يعني. نعم. مفيش الموضوع يا جماعه يعني حاجه خرجت عن النص، اتاخد فيها قرار، الناس شايفه ان عايزه تتظلم تقلل القرار، لكن الموضوع ما هوش لا مزايدات انتخابيه ولا محاولات استغلال الموضوع لاثاره جماهير باي شكل من الاشكال، الموضوع مش اكتر من كده. هل الكابتن شيكابالا اتكلمتوا معاه بعد القرار لجنه المسابقات؟ يعني انا هحتفظ لنفسي بما له شان داخلي داخل نادي الزمالك بعد اذن حضرتك. اتفضل. زي ما قلت انا يعني مفوض من نادي الزمالك ان انا اطلع اتكلم
لاسم النادي. نعم. فبالتالي في بعض الامور الداخليه احب انها تبقى موجوده عندنا. طيب. لا بعد لا. اذن. طيب هايل، ما عنديش مشكله نحافظ على هذا الامر. انا بتكلم على مساله انه ما حدش ياخد الموضوع لسكه تانية، وحضرتك عارف طبعا اقصد ايه بدون تفاصيل. طبعا. يعني طبعا يا فندم انا برضو بطل كل الجماهير وكل الزملكاويه، اصبروا يعني يا جماعه، سيبونا نشتغل بهدوء، احنا عارفين بنعمل ايه، ولن نفرط في حق نادي الزمالك ولا لاعبي نادي الزمالك ما دام لنا حق، انما نلفظ اي شيء خارج ونلفظ اي شيء غير مظبوط، ده اكيد. ودي المبادئ اللي احنا اتربينا عليها في نادي الزمالك. كابتن حسين، خلينا بعض الزملاء يمكن عندكم في قناه او في بعض خدوا الموضوع لسكه اخرى، محاوله زي ما بقول كده إثارة لحد ما، محاولة دغدغة مشاعر لحد ما، هذه الأمور مش وقتها على الإطلاق في هذه المرحلة. يعني أنا ناشد الكل بجد الكل، بس يعني أقصد برضو يا أستاذ أحمد أنا مش عايز أخش نادي الزمالك أو أي نادي آخر. الكل خلينا نتكلم بشكل عام. نعم بالظبط، يعني هو مش قناة الزمالك، هو كل القنوات الرياضية. يعني أنا بناشد كل رجال الإعلام في جميع القنوات الرياضية، يعني والله انا عندي فكره نميسه جدا ان احنا نعمل في كل يعني قناه رياضيه برنامج اسمه لا للتعصب، ويجيب واحد من الاهلي وواحد من الزمالك ويفضلوا قاعدين يتكلموا وياخدوا ذكرياتهم، وبالذات الناس القدام. يعني يا جماعه احنا طول عمرنا كنا بنلعب مباريات الاهلي والزمالك ضد بعض، وبننزل نخرج مع بعض ونتعشى مع بعض، كلنا كنا في المنتخبات اللي الغرفه الواحده فيها اثنين، بيبقى واحد من الاهلي وواحد من الزمالك وواحد من نادي سبورتنج. يعني الكلام ده كلام جديد على الساحه الرياضيه، وما فيش اي واحد عقلاني يبقى موافق على الكلام ده، واحنا لازم كلنا ننمي هذه الفكره بجد، الفكره الا وهي ان التعصب ده اوحش حاجه. صح. في الدين، سواء للرياضه او للدين، كل حاجه محترمه ونحترم الاخر اهم من احترامنا لنفسنا، او احترامنا لنفسنا بيكفي حاجه جميله جدا ان الكل لابد ان يحترم. مهندس احمد مجاهد عايز يتكلم، اتفضل يا فندم. انا مش عايز يا كابتن حسين ان احنا، انا عارف كويس جدا كم الضغط والضغط الجماهيري والكلام ده، ومش عايز اي كلام، انت حضرتك يعني عقلاني يعني بشكل كبير جدا. صحيح. فمش عايز اخر الناس تتصور ان الموضوع ان في، انا بقول لهم اخذ الحق حرفه، وانا بقول لهم ان في وجود المهندس حسين لبيب يمكن كتير جدا من الامور طبيعي جدا بيوصل للنتيجه اللي هو عايزها من غير ضجيج كتير. فالحقيقه انا بشكر حضرتك مره تانية، وباكد لحضرتك اتحاد الكوره لا يملك ان هو ما يحترمش الاهلي والزمالك، اتحاد الكوره بيقدر ويحترم الاهلي والزمالك، كل الانديه على نفس المستوى، كل الاحترام والتقدير لحضرتك، بشكر حضرتك جدا على الكلام العقلاني ده، وبقول للناس وبقول للجماهير ان حضرتك اللي بتقوله، واحيانا الكابتن خطيب في النادي الاهلي بيقول الحقيقه، انتوا نجمين كبار والاثنين كنتوا كباتن مصر، سواء انت كنت كابتن مصر في هاندبول وهو كابتن مصر في 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 كره القدم، ورئيسين اكبر ناديين، والحمد لله ان انتوا اتنين عاقلين جدا جدا جدا. اتمنى انتوا الاثنين توجهوا انتوا دعوه لا للتعصب، يبتدي بيكوا لو في برنامج، معرفش الاستاذ احمد لو يقبل دعوتي، يبقى في برنامج موجودين برضه، انا مش عايز اسبب حرج لحد على الهوا، لكن تكونوا انتوا موجودين، لان دي هتكون رساله مهمه جدا 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 للناس. انا بشكر حضرتك وباكد احترامي الكامل لحضرتك والمجلس ادارتك ولكل جماهير نادي الزمالك ولكل جماهير الكره المصريه، حتى لو الاتهام الناس فاكره ده وجماهير الاهلاوي، انا اهلاوي، لا ما هو فتره من فترات هو يعني حاسبني هو هو الفكره كلها يقول لي اهلاوي الاهلي على العظيم، انا رغم ان انا اهلاوي انا كنت موجود في الاتحاد والزمالك خد الدوري، وده موضوع في الاخر انا ليا شغلي، انا في الاخر انا حريص وانا في اتحاد الكوره على شغلي اكتر كتير جدا من ان يبقى الاهلاوي او زملكاوي. نعم. بس في النهايه انا باكد لحضرتك ان الطريقه بتاعه الاداره الهاديه هي اللي بتجيب الحق في الاخر، العند ما بيجيبش حق، بيزود الاشتعال وبيدي فرصه لمثيري بس الشغب والمزايدين هو اللي بياخد كلمه من هنا ويقتطع حاجه من هنا ويعمل يركبها عشان عايز يعمل رساله معينه. اتفضل كابتن حسين.
لا انا بشكرك جدا على الدعوه بتاعتك، وانا من ناحيتي انا موافق طبعا اي دعوه تفيد لا للتعصب. يعني احنا جاهزين، الدعوه مفتوحه ليكم كلكم اهل زمالك كل انديه مصر. انا جاهز اي وقت، انا ما عنديش اي مشكله في دي، لان فعلا انا ما بحبش التعصب، وفعلا ده اكتر حاجتين برضو من وجهه نظري بسرعه قبل ما اسمع حضرتك. دخول اولياء الامور في الرياضه بيبوظها، دخول التعصب في الرياضه بيبوظها. نعم. بس كده انا قلت كل اللي عندي. تمام. كابتن حسين لبيب، اولا بشكرك وكل التحيه لحضرتك وكل التحيه لجمهور نادي الزمالك، زي ما حضرتك بتقول كده حق نادي الزمالك هيجي، وبالتنسيق المهندس احمد مجاهد زي ما قال، يعني الحصول على الحق حرفه بدون يعني الضغوط اللي بتتعرضوا ليها دلوقتي، او ضغوط على مجلس اداره اتحاد كره القدم. وزي ما بقول احنا بندعم هذه المبادره، لانه كان هذه المبادره ربما اكتر من سنه دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه مع الاستاذ كرم جبر رئيس مجلس اعلى الاعلام كانوا طرحوا هذه المبادره واشتغلنا عليها فتره طويله، ولكن رجعت الامور كما كانت. نتمنى هذه المرحله كابتن حسين مع الكابتن محمود الخطيب ان يكون في زيارات ما بين الاهلي والزمالك، هل ده وارد ولا لا؟ طبعا يا فندم وارد جدا جدا. وارد طبعا طبعا وارد، لان انتوا لو بداتوا الحكايه دي خلاص هتطفوا اي حاجه بتحصل في الشارع صراحه، يعني او على موقع التواصل الاجتماعي. الاهلي قيمه كبيره، الزمالك قيمه كبيره، جمهورين هنا او هنا قيمه كبيره جدا، كل واحد يحب فريقه زي ما هو عايز من غير ما يشتم الاخر. الله يكرمك ويخليك، ودي فرصه سعيده ان انا معاك ومع المهندس احمد مجاهد، وتشرفت بيك. شرف لينا كابتن حسين. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين لبيب، وهنطلع فاصل وعود وضيفي الكريم المهندس احمد مجاهد. ارجع مع حضراتكم مره ثانيه ضيفي الكريم المهندس احمد مجاهد. رغم ان حضرتك رئيس اتحاد المصري لكره القدم، قبل كده عضو في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بتبقى فخور وانت بتقول انا اهلاوي زي كده، وانا بطلع على الهواء اتكلم انا اهلاوي بحب الاهلي وبشجع الاهلي ومنتمي له، تبقى فخور بده. بس في الممارسه الاهلي اللي انا بحبه وبشجعه ومنتمي ليه بيأثر عليا ولا لا؟ انا ليا يعني اخويا قريب بيقول لي انا كل اصحابي يسالوني انت متاكد ان احمد اخوك مش زملكاوي؟ يعني بيسال السؤال بيقول انت متاكد ان هو مش زملكاوي؟ مساله اول ما تدخل اتحاد الكوره بعد في شغلك ولا بتشوف اهلي ولا بتشوف زمالك ولا بتشوف مصر ولا بتشوف اتحاد، انت بتشوف قدامك شغل وورق بس. كون ان انت وانت صغير بت 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 بتحب النادي الاهلي، وانت صغير بتحب نادي الزمالك، وقت الشغل الموضوع بيختلف، واللي الشغل ياثر انتماءاته او اهواءه ياثر عليه في الشغل ده، خلاص ده موضوع منتهي، مش ممكن ينجح. مش ممكن ينجح. انا بقول حضرتك انا ما كنتش ببقى زعلان حتى لما اي طرف من الطرفين بينتقد بعنف، لان انا متاكد ان انا اولا بعامل اولا انا مش احب لا اهلي ولا زمالك اكتر من نفسي. انا احب ان انا الحمد لله انجح في الشغل، احب اتحاد الكوره، انا ابن اتحاد الكوره، انا في اتحاد الكوره بيسموني انا عضو مجلس اداره دلوقتي، يعني لو رئيس فانا رئيس مخله، يعني بادئ من زي ما يقولوا يعني من 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 تحت السلاح، انا بادئ ما رئيس شرف، يعني بدات من اول واحد صغير جاي من النادي بايد لعضو في لجان المناطق، لعضو في 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 في, في لجنه في الاتحاد، واخدها من تحت يعني من تحت ثم رئيس لجنه شؤون اللاعبين ثم عضو مجلس اداره ثم، فانا واخد الموضوع بتسلسله من تحت خالص، فانا ابن اتحاد الكوره، فانا مش هحب حد اكتر من اتحاد الكوره او من اسم حضرتك. الاسم اسم بتحافظ على اسمك، انت طبيعي انت بتحافظ على اسمك وبتحافظ على 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 اللي انت مقتنع بيه، قناعاتك ان انت بتعمل الصح وتعمل الحق اللي انت شايفه. لكن كمان انا ابن اتحاد الكوره. المساله بقى انت كنت بتحب النادي الاهلي او بتشجع النادي الاهلي او بتشجع نادي الزمالك، انت اهلاوي وانت زملكاوي، ده موضوع تاني. احنا اشتغل معانا ناس اباطره في اتحاد الكوره،
كلهم لهم انتماءات، ما فيش واحد فيهم ما كانش اصل اللي دخل كره القدم او دخل المجال في مصر. نعم. هو من الاول وهو صغير اهلاوي وزملكاوي، يعني نادرا ما تلاقي حاجه غير كده. نعم. حتى ممكن تلاقي اسماعيلاوي بيحب الاهلي شويه، اسماعيلاوي بورسعيدي وبيحب الزمالك شويه، سويسي وبيحب عنده بقى منطقته، لكن برضو عنده انتماء او هوى في سكه. لكن لما بيتواجد في مكان سواء مسؤول سواء في اتحاد الكوره او في وزاره او في اي جهه، هل الكلام ده بيأثر عليه ولا لا؟ اللي بيأثر عليه ما بينجحش، اللي بيشتغل بالطريقه دي مش ممكن ان هو ينجح. بدليل ان الحمد لله انا موجود في اتحاد الكوره لحد من 3 ايام او من 4 ايام، ما انا كم الهجوم اللي عليا من جماهير النادي الاهلي يعني لا يوصف، لا يوصف، صفحات الاهلاويه شتيمه وخلاص. الجمهور في الاخر شايف ان انت، وكذلك مثلا خلاص حصلت ده بيأثر، وقع في قرار ممكن يأثر ولا في الاعتبار. انت وانت بتشتغل استاذ احمد، انا اتعودت على كده وحضرتك اسال عليا كويس جدا. انا بقالي 28 سنه النهارده بين اروقه اتحاد الكره في اماكن مختلفه، فانا واخده سلمه سلمه. مش ممكن اقبل في يوم من الايام يقولوا لي انت في القياس عملت دي ليه وجيت هنا ما عملتهاش ليه، انت عملت دي لسين وما عملتهاش لصاد. وفي الاخر يسأل كل اللي تولوا ادارة نادي الزمالك طول السنين اللي فاتت، هل في تعامل انتوا حسيتوا ان اللي بيتعامل معاكوا ده ما بيعملكوش اللي انتوا شايفينه ان هو من حقكوا؟ وكذلك النادي المصري، نادي الاتحاد السكندري، نادي الاسماعيلي، نادي في احيانا بنختلف. اي نادي بص، اي قرار بيصدر ضد النادي النادي مش بيتقبله، سواء قرار غرامة، عقوبة، إيقاف لاعب، وقف قيد، مديونية مطلوبة من النادي قبل ما يسدد، مش ممكن نقل مباراة، نقل ملعب، ما توافقش على ملعب فبتوديه مكان تاني، الجدول مش على هواه، طالب تأجيل ما حصلش، دي حاجات يومية في الشغل اليومي، ففي اختلافات يومية. لكن الفكرة أنت معيارك، معيار العدالة عندك واحد ولا لأ؟ أنت شايف أن أنت بتعمل الصح ولا لأ؟ أنت شايف أن أنت مطابق للوائح والقواعد دي ولا لا؟ عارف بتعمل ايه ولا مش عارف؟ اسال اي حد في الوسط مجردا خارج الهوى هيرد عليك باذن الله. هل وانا بشجع النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي انه وفي هذا المكان، لا وانا في الاتحاد ما بشجعش ولا اشجع النادي الاهلي ولا اشجع النادي الزمالك، لا طبعا، لا طبعا، الكلام ده بره الاتحاد قبل الاتحاد، مش حاجه اسمها كده. لا يعني انا اقعد دلوقتي وانا في الاتحاد الكوره اتفرج على ماتش اقول يا رب ده يكسب ولا يخسر؟ لا طبعا مستحيل. بالعكس اقول لك حاجه غريبه جدا. انا في مره كان قاعد معايا احد المسؤولين في النادي الاهلي، قلت له انا عامل الجدول، تصدق الجدول ده يحله ان الاهلي يخرج من افريقيا؟ بنهزر. عارف لو خرج من افريقيا هيوسع لي مجال ان انا اعمل المسابقه. انت احيانا بتبقى مهتم، لا سيبك انها في الاخر في اتعابه يعني، لكن احيانا المشجع ما يقولش كده. انت احيانا بتبقى شايف قدامك شغل، انت ما انتش شايف حد، انت شايف حد ما احترامي. واقول لك على حاجه وبمنتهى الوضوح، في ناس ما تتقبلش من الجمهور، مش مصدقه الكلام ده. انا بقول لك والله العظيم انا كنت من اسعد الناس الاسبوع ده ان احنا نهينا المسابقه بشكل كامل. ما جاش في اعتباري ان احنا لما نهينا المسابقه هو مين كسب، احنا خلصنا الحمل، الشغل بتاعنا الحمل علينا، احنا شغال خلصنا الشغل بتاعنا بنجاح. فرايح احنا رايحين. طب اقول لك على حاجه، احنا يوم الخميس الدرع كان جاي في حته فيها كده كسر، تعرف ان هو قديم شويه، وجبنا الراجل الشركه وعملها وظبطها ونظفها يوم الخميس عشان الجمعه اتسلم، يعني خدوا مسؤول الاتحاد السعودي خد العام الساعه 11 الصبح يوم الجمعه عشان ياخدوا الزمالك في الملعب يوم ال. جالكم انت من الاهلي؟ لا الاهلي مجرد ان اتبعت له ان له سلم الدرع، حدد ميعاد يوم الاحد اي حد يجي يستلمه، راح حد من الاخوات العامه استلمه. لكن انا بقول لك انا هو قديم، ففي مثلا تظبيط متظبط ومتلمع بشكل طبيعي جدا، ومستلمه مسؤول العلاقات العامه يوم الجمعه الساعه 11 الصبح وعشان نروح نديه. فاحنا كنا في اسعد حال ان احنا خلصنا شغلنا، مالناش دعوه بقى مين كسب مين خسر، ده مش موضوعنا. نعم، حضرتك بتتكلم من شويه عن العداله. هل الدوري كان عادلا لكل الفرق المصريه؟ اهلي زمالك سموحه مصري اسماعيلي محل، يعني كل الفرق بصراحه؟ لا انا بنسبه قد ايه؟ لا انا ما اقولش كده، لا انا بقول معيار العداله. احيانا انت بتحاول ان انت تلجا للعداله قدر ما تستطيع. نعم. معيار العداله يعني معيار اتخاذك للقرار اللي من وجهه نظرك ان هو عداله. لكن انت، انا ممكن اقول لك حاجه ثانيه. هو الدوري مش كان عادلا او لا، هو لم يكن طبيعيا
بشكل يعني ايه ما كانش طبيعي؟ يعني كم الضغط اللي على الأندية ده مش الطبيعي في كرة القدم، لكن هو ده كان الطريق الوحيد قدام الاتحاد. كم من ان الانديه ان في انديه تلعب سواء بيراميدز مثلا او الاهلي بحكم ان هم اللي كملوا للمرحله المراحل الاخيره في بطوله كاس الامم، سواء الاهلي فاز بالبطوله او بيراميدز لم يصل للمباراه الاخيره النهائيه، الاثنين لعبوا مباريات بدون لاعبين مهمين اثناء الدوره الاولمبيه، وده في الظروف الطبيعيه، ده في الظروف ما هوش هو الطبيعي. كمان الفرق اللي قعدت في الدوري منتظرة شهر عشان الأهلي أو بيراميدز أو المقاولين الزمالك اللي هم بدأوا يلعبوا في أفريقيا، يمكن المقاول خرج بدري شوية، الأهلي وزمالك وبيراميدز في فرق ملهاش ذنب خالص في الدوري، ففضلت قاعدة منتظرة الناس دي تخلص ورجعت اتضغطت. نعم. فالظروف عندنا سيراميكا كليوباترا مثلا كان بيقعد بال 20 25 شهر وبعدين يلعب ثلاث ماتشات ورا بعض وبعدين وهكذا. نعم. سيراميكا كده، البنك الاهلي كده، دجله كده، دجله عنده لعيبه مثلا كانوا مهمين جدا في الناشئين وبيلعب بالناشئين والشباب وكانوا موجودين منضمين للمنتخبات المختلفه. فانا بقول ايه؟ الظروف كلها ما هياش الظروف المثلى لكره القدم، لكن هذا لا يمنع ان الاتحاد قدر استطاعته حاول توفير العداله. الأخطاء التحكيمية واردة ما دامت كرة القدم موجودة. واردة ولا كارثية المرة دي؟ لا 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 واردة. بس بص أنا كانتش كارثية تقدير انت. لا يعني أنت كده دخلت قلبت جمهور كده. لا مش جمهور، الأسئلة بتاعت الناس. في بص حضرتك كلنا بص يا أستاذ، ما هو ده اللي أثير على مدار سنة كاملة. بص يا أستاذ، في في أخطاء مش ممكن يعني نضع رؤوسنا في الرمال ونقول مفيش أخطاء. طبعا في أخطاء، كل الفرق كان عندها أخطاء، عشان بس برضو ما 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 أقولش إنها لصالح ضد فريق أو لصالح فريق، هي مش لصالح حد، هي دايما بتبقى ضد كرة ما اتشافتش، ضرب الجزاء احتسبت ما كانتش موفقة. هي المشكلة، هي المشكلة كمان إن أنت اللي كانوا موجودين في الـ في الـ في الفار، عشان ما نظلمش الناس برضو، هو انت مرتبط بعدد كاميرات وشكل الكاميرات في التصوير، ولو كانت بعض العربيات مثلا اتش دي بتروح في ماتشات اهلي وزمالك، ما فيش المتاح ان يروح في كل الماتشات. فمسألة تطوير التصوير وعدد الكاميرات اللي تنزل ماتشات، يعني فيش فار بيشتغل بست كاميرات وبسبع كاميرات، المفروض يشتغل على الاقل ب 12 كاميرا ب 16 كاميرا زي كل الدوريات اللي في العالم. طب هتعمل عشان الكوره اللي عدت على الخط، ما هو الكاميرات دي مش بتاعتك انت لوحدك بقى. ده مش فان انت يبقى في اعداد للتنسيق مع كره الاهلي دي الهيئه الوطنيه اللي جابها من جوه ولا من بره. الجول لاين تكنولوجي مش موجود. هي مش كره الاهلي بقى في طلائع، بس هو اصلا الحكم ما راحش شاف الفار اساسا. ما هو لو راح خد قرار وخلاص، حتى لو راح مثلا هو الجول لاين تكنولوجي مش موجود، هو حتى لو راح ما كانش هتفرق معاه كتير. هي قول السياسه كانت تقول ايه مثلا؟ انت ده بقى عكس بروتوكول الفار. بروتوكول الفار يقول لو ما فيش كره يقينيه واضحه، الاخطاء الواضحه يستدعي الحكم، الحاجه اللي ما فيهاش يقين او مش وضوح ما تستدعيهوش. مثلا فدي السياسه بقى اللي هي بتاع يقول ايه؟ طب اهدى وروح وبص وبتاع وبعدين نرجع وبتاع، دي سياسه، لكن ده مش الصح في في البروتوكول. ده مخالف اصلا للبروتوكول. بروتوكول انه يستدعيه في الاخطاء الواضحه، مش كل خطا عشان انا ارمي عليه وده يرمي عليا. برضو الفلسفه دي كان عندنا فيها بعض المشاكل والعيوب للكل. في كرة في مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة ما عدت الخط، ما احنا بيقول عدت والتاني ما ظهرتش او ظهرت. في اخطاء، في اخطاء وهيفضل في اخطاء طول العمر. تطلع بقى في الاخر طبيعي جدا ان اللي لم يوفق هو شايف الاخطاء الاكتر. هي كمان الفكره، لا ما اقدرش عليك الخلاف. يعني حضرتك بتقول الخلاف لا مش ممكن تعالج 100%. مش هيحصل، يعني مفيش حته في الدنيا ما فيهاش خطا تحكيمي حتى في وجود الفار. نعم. بل بالعكس، هي المشكله ايه اللي كبرها الفار احيانا. يعني على قدم كتير جدا من العداله في بعض الحالات، هو في حالات تانية الخطا لما كان بيحصل لحظي في من الحكم في الملعب، خلاص انا شفتها كده في وقتها فالناس ممكن تعذره. لكن لما بدا يبقى فيه فار فالناس يقول لك ده راح وشاف والناس اتاكدت، فكان في اصرار على الخطا. مش مجرد ان هو خطا بتاع ملعب وخلاص. فدي برضو من ضمن المشاكل اللي يمكن كبرت الموضوع. الاكثر هو عدم التوفيق، ان الفرقتين ماشيين كتف بكتف لحد الاسابيع الاخيره، الست اسابيع الاخيره. أيوة. وبعدين حصل الدروب ده وحصل الخلاف في النقاط الخلافيه في التحكيم في الاسابيع اللي هي يعني الفاصله. فانا بعتبر ده كان الى حد ما كان عدم توفيق، لكن ده هذا لا يقلل عشان ما بقاش انا بقى
النص ده عشان اهلاوي ومش اهلاوي والكلام اللي صار ده، هذا لا يقلل ان الزمالك طول البطوله بيلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه وبيكسب في الوقت اللي ما كانش بي 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 بيعمله قبل كده. هدوء الاداره الى حد كبير في نادي الزمالك كان له عامل مهم جدا، التعاون اللي كان موجود في الفتره الاخيره بين اللاعبين والجهاز كل ده. ممكن يكون الاهلي تركيزه اكتر، كان عنده بطولات، لعب كاس عالم الانديه ولعب سوبر افريقي، حقق السوبر يعني خد ثالث في كاس عالم الانديه وخد سوبر افريقي وخد بطوله الانديه الافريقيه، فممكن يكون الكم ده من البطولات مع التشبع مع الضغط مع البدني وضغطنا يلعب كل ثلاث ايام كل ده وراجع المطار فيروح على الاستاد عشان الضغط ده بقى ده بالعكس ده في ناس طب هو الضغط لانه هو كمل للاخر فده خلاص قدره. لكن في ناس ما كانش لها ذنب خالص واتضغطت برضه 7-8 اسابيع بقى يعني كانت بتلعب افريقيا ولا حاجه وقاعده منتظره انها ان يخلص النادي الاهلي ماتشاته وبعدين يجي يكملوا معاه. فالضغط ده كان على الكل بشكل كبير. عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي الخارجيه هي ممكن تكون تسببت ان الضغط اكتر وكل ده. وانا مش عايز اقعد اقول نبكي على اللبن المسكوب. استكمال الموسم بدايه موسم في ديسمبر، احنا بدانا الموسم اول مباراه في الدوري يوم 11 ديسمبر فانت بتتكلم احنا جينا 18 ديسمبر جيت في الاسبوع الثاني. فانت بتتكلم ان في 11 ديسمبر مع كم الالتزامات والارتباطات دي مع التوقفات الدوليه مع لعيبه بتسافر وترجع مع كمان السفر والرحلات الافريقيه حاجه مش سهله ابدا. اكيد كل ده كان ضغط للموسم. لكن كل الفرق السنه دي عانت من الضغط. النهارده احنا كان عندنا اجتماع مع الانديه. اغلب الانديه بيقولوا احنا مش قادرين، اللعيبه مش قادره تقف على رجليها. يعني هم خايفين من البدايه المبكره، رغم ان احنا بنحاول نقول بدايه مبكره عشان نضغط هيبقى ثالث موسم على التوالي. هتبداوا امتى الدوري؟ احنا كنا بنتمنى يبدا 14-15-9 على طول. الانديه شايفه ان هي المساله صعبه جدا بالنسبه لها والناس مش قادره تقف على رجليها. وده برضو نقطه تتحط جانب يتحط في الاعتبار، لان في الاخر اللعيبه بتاعت الانديه دي هي اللي بتيجي تلعب في المنتخبات، فاللعيب بيجي للمنتخب كمان تعبان ومنهك وخلصان. يعني هنأجل اكتوبر؟ لا، هو مش الكلام مش ان اجل اكتوبر. الكلام احنا ان شاء الله بنحاول نلعب في نهايات شهر 9 ان لم نتمكن من ان احنا نلعب في منتصف سبتمبر. في جهات كتيره جدا انت بتراجعها، انت عندك الامن شريك في المساله، الوزاره شريكه في المساله، الرعاه شركه في المساله، البث الفضائي شركه في المساله، جهات مختلفه من الدوله شركه. احنا استطلعنا النهارده راي كل الانديه، كان في 17 نادي من ال 18، نادي الاسماعيلي بس هو اللي ما كانش متواجد منه حد، لكن 17 نادي كانوا موجودين فاستطلعنا رايهم. احنا كمان عندنا راي وعندنا راي فني للجهاز الفني والمنتخبات المختلفة. بنقعد ان شاء الله في خلال 48 ساعة مع جهات كتيرة جدا ان شاء الله بإذن الله. برضو مسألة اللقاح، عدد كبير كان واخد وبدأ عدد لعيبة كتير جدا، وفي أندية يمكن خلاص عندها أغلب اللعيبة الحمد لله خلاص بقت محصنة. الجزء المتبقي يعني في بعض الأمور، لكن في كل الأحوال احنا حددنا قرعة يوم 31 اللي هو بعد بكره على طول. كل الحكايه حدد بس مين هيلعب مع مين في بالترتيب، عشان منين ما نقول الدوري هيبتدي خلاص احنا جاهزين من حيث الجداول وما لكن الى مش نص تسعه الاسبوع الاخير ربما في شهر احنا تسعة. احنا مراجعه مع الجهات المختصه لان الموضوع مش بتاعنا لوحدنا. في الاخر انت مش لوحدك في البلد تقول والله انا هلعب في اليوم الفلاني فخلاص تلعب. انت في جهات كتيره جدا محتاج ان انت تاخد رايها. احنا كاسره كره القدم أندية واتحاد قعدنا مع بعض، احنا فهمنا كويس جدا اللي عند الأندية، احنا عندنا من الرأي الفني ما يمكننا ان احنا نعرضه. هنقعد مع كل الجهات المسؤولة من رعاة، من جهات مسؤولة، من مؤسسات الدولة المختلفة. موجود ولا هتتلغوا؟ ما انا بقول لحضرتك كل الأمور دي في خلال 48 ساعة هتحسم بشكل كبير يعني جدا. برضو الرأيين هي المشكلة ان انت لو انت لعبت كأس مصر يبقى انت بتتكلم انت خدت شهر 9 بالكامل وفي أندية ما ارتحتش وفي نفس الوقت هتبدأ الدوري في نهاية أكتوبر، لأن أنت عندك المنتخب هينتهي 12 أكتوبر، من 15 أكتوبر الفرق اللي بتلعب أفريقيا الأربع فرق والأربع فرق مباراتهم لما بتتأجل بياخدوا معاهم أربعة تانيين يعني 8 فرق. الأربع فرق عندهم ماتشات اعتبارا من 15 ثم لحد 2021، يبقى أنت بتتكلم من 22-23 أكتوبر تبدأ في موسم جديد. بعد أكتوبر عندك في نوفمبر توقف تاني لكأس العالم، هيكون المباراتين الأخيرتين اللي هم أنجولا بره والجابون في مصر، ثم عندك في ديسمبر من يوم 31 ليوم 18 ديسمبر كاس العرب الفيفا كاس العرب في قطر، من يوم 25 توقف لكاس الامم
14 يوم قبل بداية البطولة لازم تتوقف ده بشكل عشان الإعداد للبطولة، فيبقى 25، فتقريبا هيبقى لنهاية ما مع نهايات فبراير انت بتلعب عدد قليل من المباريات. هي دي مشكلة انك ما تبدأش في شهر 9 وتستكمل الكاس. لو استكملنا الكاس خلاص الدوري هيروح شوية بعيد للسنة التالية. هي المشكلة ان كاس العالم في 2022 هيكون في نوفمبر، مش هيكون شهر 6 بشكل عام، فيعني الموسم مش هيكون يعني لطيف، هيكون صعب. لكن مش عايز اقول ان هو لو بدأنا في 9 هيكون وردي، هو هيكون صعب بس اقل صعوبة. النهاية هتكون بتكسب شهر ونص او شهرين من النهاية. ضغط المباريات بدل ما بتلعب فترة كبيرة على 3 ايام تقدر تلعب على 4 ايام شوية، تقدر تلعب على 5 ايام، تقدر تدي للاندية متنفس. طب الانديه اللي في افريقيا والمشاركه وماتشاتها والمؤجلات اللي حصل قبل كده، النهارده اتسلمت الانديه، كل الانديه اللي حضرت الاجتماع النهارده مستلمه صوره الاجنده، فكل واحد شايف الشكل قدامه. بقى انت اسهل حاجه انت تتكلم وانت الشكل مش قدامك، الشكل شايفه قدامه. في المنتخب هينتهي امتى؟ هنلعب على طول بطوله انديه. تخيل ان الشهرين الفاضيين الوحيدين تقريبا هم بعد 7 سبتمبر اللي جاي، يعني شهر سبتمبر وشهر 7 اللي بعده. يعني 7 سبتمبر 2021 و7 2022 دول اللي فاضيين تقدر تلعب فيهم كل الايام تلعب فيها ماتشات، والباقي بقى هتخطف ما بين مباريات افريقيا، ما بين التوقف الدولي قبل كاس الامم، بعد كاس الامم، قبل تصفيات كاس العالم النهائيه في شهر مارس، قبل تصفيات كاس العالم شهر قبل التوقف الدولي شهر 6. مساله مش سهله، يعني مساله صعبه جدا جدا. خلينا نرجع للتحكيم، لانه الاهلي كان طلع بيان شديد اللهجه بعد ماتش طلائع الجيش، وقال كده بنص البيان انه ما جرى في مباراه الاهلي وطلائع الجيش من جانب حكم المباراه وحكم الفيديو كشفت ان مثل هذه الاخطاء منذ بدايه الموسم لم تكن تقديريه. خلي بال حضرتك من الكلمات. قمنا بمخاطبه اتحاد الكره مرات عديدة، حذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص. ده كان بيان النادي الأهلي. غياب العدالة ينتظر الأهلي زي ما قالوا كده الرد بشأن استخدام حكام أجانب، ودي النقطة اللي عايزين نسأل عليها، من التصنيف الأول مباريات الأهلي القادمة في السوبر المصري وكأس مصر، وعايزين إيجاد حلول قاطعة مع لجنة حكام والقائمين على انطلاق الموسم الجديد. هنعمل إيه أمام هذا كلام من النادي الأهلي؟ لا بص، نقسم الموضوع ثلاث حاجات. اتفضل. اول حاجه، في اخطاء حصلت، اكيد في اخطاء حصلت. الاخطاء دي انا قلت الحقيقة انا باكدها انها موجوده في كل حته في العالم. نعم. خلاص مش يعني مش عايز اقعد. نعم. مساله ان الاخطاء مقصوده انا برفض تماما. فكره ان الاخطاء تكون مقصوده، الاخطاء طبيعيه وهتحصل وبتحصل وهتتكرر. مش شرط نفس الخطا، لكن هيحصل اخطاء. بنحاول نقللها ونحد منها ونطور الحكام ونعمل معسكرات. احنا بادئين من يوم 4. طب ده ما بيتحاسبش؟ 9 بيتحاسب طبعا، بس انت بتتكلم ان هو لما بتوقف مع مباراه بتلعب كل 3 ايام و4 ايام، فانت بتشوفه بعد 10 ايام تقريبا مره ثانيه. فبتحسش ان هو توقف، لان العدد اللي حاصل على الرخصه هو عدد مش كبير، فبيتكرروا وبيتكرروا. هي دي برضو من ضمن الاسباب اللي احنا ان شاء الله بنراعيها وعلاجها، وعندنا معسكر باذن الله عدد اكبر ياخد رخص الانديه. ويمكن الاسبوع الاخير في 6 حكام لعبوا اول مره يلعبوا في الدوري، اللي هو 6 ماتشات ما تلعبش فيهم بفار، لانهم لازم يبقى معاه رخصه عشان يقدر يلعب، وما كانش معاهم رخصه. منهم كانوا متميزين في الدرجات ومعاهم وغيرهم كتير كمان. كويس. فدي نمره واحد. نمره 2، ده واحد في التقسيم. نمره 2 في المساله هي مساله، خلينا ارد على نمره 3 وبعدين نرجع لنمره 2. نمره 3، انا لجنه الحكام اللي موجوده بذلت مجهود كبير جدا جدا جدا. انت مش متخيل، احنا لعبنا حوالي، لو بصيت في النهارده على موقع الاتحاد على مسابقات القسم الاول والثاني والثالث والرابع والجمهوريه، حوالي 7000 مباراه، بالاضافه لحوالي 8000 مباراه مختلفه في المراحل في الفروع. فانت بتتكلم في لجنه تقريبا ادارت 15000 ماتش، بعدد احنا عندنا عدد كبير جدا من الحكام في الدرجات المختلفة لحد الصالات والنسائية وخلافه. نعم. فالأدار 15000 ماتش، وعنده بعض ممكن يكون طبعا عنده بعض الدروبات وبعض الأخطاء مش كلها هو مسؤول عنها، مين اللي معاه رخصة، مين معهوش رخصة، مين اللي قاعد في أوضة الفار، مدى الخبرات، حجم الخبرات اللي أنا بتكلم على الدوري المصري، مش أنا بتكلم على الدوري المصري. أه أنا بتكلم على الدوري المصري. إزاي ما يبقاش عندي الخبرات؟ أنا بتكلم لا أنا بتكلم أنت النهاردة عندك الفار. حضرتك عندك أكتر من 9 أو 10 بيقعدوا في أوضة الفار، هم مش من الحكام أصحاب الخبرة، هم حكام شباب واعدين ما كانوش اصحاب خبره، وتوقف الرخص عند كده. ما فيش عدد اكبر، يعني محمد الحنفي واحد من اكتر الحكام خبره، هو ما قدرش يقعد في اوضه الفار لانه معهوش رخصه انه يكون موجود في الاوضه. محمد معروف حكم دولي معهوش رخصه انه يقعد في الاوضه. في حين ان في مجموعه من الشباب، محمود وفا، محمود ناصف، سيد شعبان، حسني سلطان، حسام عزب، خالد الغندور، مش وغيرهم، هم ممكن يكونوا من جيل لسه اصغر
في السن، لكن ما عندهمش نفس الخبرة، ما قدروش عدد كافي من المباريات، هم كانوا موجودين لكن في عدد كبير من اصحاب الخبره ما هماش موجودين، ففي تفاوت في المساله. يعني في زي ما محمود عاشور حكم قديم، حكم فار وراح الاولمبياد، في شباب صغير برضو مع الضغوط مع حجم الماتشات مع الخبره احساس الملعب ممكن يكون برضو ده محتاج الفتره اللي جايه تطوير، وفي معسكرات هيبدا من 4/9 لـ15 عشان مساله اضافه جديد وتراخيص جديده لعدد جديد. كمان المجموعه اللي بتقدر تصفر في الدوري هم 21 واحد، لو استبعدت منهم 4-5 ما بين اصابات وحكام بتسافر، فيبقى العدد المتاح قدام اللجنه الاختيار ولاداره المباراه هو مش عدد كبير اساسا. فدي في نمره 3، مش عايز اظلم اللجنه اللي موجوده، هي بذلت مجهود كبير جدا 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 جدا، وانا بقول لك انا من حيث الامانه يعني ثق في كلامي، من حيث الامانه اثق فيها بنسبه 100%. لا لما قبل ما هنروح للثالثه المهمه، هنروح الثالثه المهمه قبل الثالثه المهمه، اللي بيكون فيه خطا بالعين مش محتاج فار بغض النظر لمين. لا في حكام، بتكلمش على الحكام، انا بتكلم على هو، لا انا بتكلم على نمره 3 اللي هي بتاعه اللجنه القائمين على القائمين. على التحكيم، مش الحكام. نعم، فانا بقول لحضرتك ان هو في بعض الحاجات هم مش بس اللي مسؤولين عنها، لكن خلاص هو ده الامر الواقع، وجود الفار بعض الامور اللي ما تمكناش الموسم الجديد ولا لا ولا صعب. لا طبعا في ايه الفار هنراعي ده طبعا، ده في أيوة. في ان شاء الله باذن الله في تعديل، في تطوير في الـ في الـ في الـ في الفار نفسه، في تدريب للحكام، وفي عدد اكبر من الحاصلين على رخصه عشان يبقى عندك مساحه ان لو حد اخطا يقعد فتره اطول وحد تاني يقدر ياخد فرصه. النقطه الثالثه مساله الحكام الاجانب. انا عايز اراجع مع حضرتك كده المباراتين اللي طلب فيهم حكام اجانب، انا بقول لك انا بعتبر انهم كانوا احسن مباراتين تحكيميا في الموسم اللي فات. يعني لو انت بصيت لمباراتين الاهلي والزمالك سواء الاولى اللي ادارها الطاقم بقياده محمود البنا او المباراه الثانيه اللي ادارها الطاقم بقياده امين عمر، هم ما كانوش يعني الاحسن، فهم من احسن المباريات اللي كانت موجوده في الموسم السابق. ممكن يكون الاهلي والزمالك فالتركيز اكبر، الاهتمام حتى في الكاميرات والعربيات والفار بيبقى اكتر، حتى التركيز في الاذاعه وفي البث والكلام ده بيكون يعني ممكن يكون اكتر اهميه. لو انا جيت النهارده الموسم انتهى بشكل كل الفرق لعبت بنفس الفكره بالحكام المصريين والحمد لله عدينا بيها بشكل كويس. نيجي بقى للموسم الجديد، تتكلم على السوبر. السوبر دي مباراه واحده بين طرفين اللي هم الاهلي وطلائع الجيش دلوقتي، فدي مباراه ما تاثرش على حد تاني وما عنديش فيها طرف تاني ولا فرقه لعبت بشكل، وانت هتلعب على شكل مختلف، فما عندناش فيها ازمه لو الفرقتين. لكن لو الاهلي طلب، لو الفرقتين او فريق طلب ان يبقى فيه حكام اجانب في مباراه السوبر، والله هنحاول نشوف الظروف ايه. مشكله الاجانب، مشكله كمان استخدام الاجانب في ظل الكورونا، ان في بعض الدول الصف الاول اللي يعني بيقول انت عايز تجيب حد، عايز تجيب حد يعني على الاقل في المستوى، على الاقل في مستوى المصريين اللي احنا بنطلع النهارده نلعب كاس عالم وتصفيات افريقيا وانديه وكل البطولات. فلو انت عايز تجيب حد في نفس المستوى في بعض البلاد مش هتقدر تجيب منها، الظروف بقى الكورونا، في الظروف الحجر، الاجراءات الاحترازيه وخلافه، وفي بلاد تقدر تجيب منها. وعندنا كمان على مستوى في افريقيا وبعض البلاد العربيه عندنا حكام برضو متميزين، لازم نضعهم في الاعتبار لو احنا عايزين نتكلم في سهوله شويه في مساله الحكم. لو انت شايف ان في حكم مصري في مباراه معينه انت مش مرتاح، او انت شايف ان هو محتاج ان يبقى في حد يعني محايد ما يعرفش حد، هي فكره ان يبقى اجنبي خالص ده ان هو ما يعرفش اصلا الطرفين، وان كان خلاص العالم ضيق والاهلي والزمالك معروفين للعالم كله، مش يعني مش جداد، مش بس في المنطقه العربيه. فمساله السوبر احنا ما عندناش مشكله، وده اللي احنا قلناه النهارده للانديه. كاس مصر هو اللي انت ما تعرفش بعد 3 ايام المباراه الثانيه مين هيكسب ومين هيخسر. مباراه السوبر دي مباراه محدده هي بين الاهلي وطلائع الجيش. لكن انت النهارده عندك الاهلي وامبي وبيراميدز وسموحه. هو انت عارف مين اللي هيلاعب الفايز هيلاعب بعضه، انت عارف مين اللي هيلعب، تعرف تحدد هو هيبقى امبي وسموحه ولا امبي وبيراميدز ولا الاهلي وبيراميدز ولا الاهلي وسموحه، ما حدش يعرف مين. فما تقدرش تقول ان وما عندكش البراح بين الماتش والتاني اصلا انك تقدر تجيب حكام. كمان انت عندك في كاس مصر لو اكتمل ان في فرق بتروجيت واسوان والزمالك وصلوا السيمي فاينل بشكل كبير بشكل نهائي. فاللي وصل السيمي فاينل هو لعب بحكام مصريين بدون فار، على فكره دور 16 فار، قلنا هنبدا الفار من قبل النهائي والنهائي في مسابقه كاس مصر. تمام، فانت بتتكلم هم لعبوا في ظروف، فطبيعي جدا اللي لسه بنلعب دور 16 و8 هيكونوا بنفس الظروف لو اكتملت. لكن احنا ما عندناش مشكله ما بعد هذا الشان ان يبقى في مباراه نهائيه، انها بتبقى مباراه واحده ما بتاثرش، ما فيش حد تاني، ما فيش بقى تكافؤ فرص بين مباراه والتانيه. فده الرد
اللي احنا اتفقنا عليه في الاتحاد. لو اي فريق عايز حكام اجانب في الدوري احنا بقى النهارده هو عنده يعني يعمل ايه؟ احنا النهارده وارد ولا مش وارد؟ احنا النهارده في بدايه موسم جديد طرحنا قدام الانديه. احنا الحمد لله السنه اللي فاتت قدرنا كل المباريات الصعبه الحمد لله بالحكام المصريين، والسنه الجايه ان شاء الله في تطوير كبير جدا في المساله. النهارده قدام الانديه احنا سالنا الانديه والانديه اتكلمت في المساله. الانديه شايفه انها كلها ما عندهاش مشكله، مش بس الاهلي ولا الزمالك، هم شايفين ان ما عندهمش مشكله لو حد طلب في مبارياته المحدده حكام اجانب لو الوقت كافي. وانت اللي بيجيب دلوقتي اجنبي بيجيب سته، خلي بالك التكلفه مش قليله، لان حتى الفار الثلاثة اللي في الملعب والرابع والاثنين اللي موجودين في غرفة الفار بيكونوا جايين مع بعض وما بينهم جروب واحد فاهمين ومتفاهمين ومتجانسين، فالتكاليف أكتر. فالتكاليف أكتر لو حد هيبعت في وقت مناسب يرى الاتحاد ان هو ما عندوش فيه أزمة. النهاردة ده كان مطلب من الأندية، أنا أظن ان هو يعني احنا ما عندناش فيه مفيش ما يمنع، مفيش فيه يعني خلاص ما وضعنا كمان. احنا موسم لسه بيبتدي، لو الانديه كلها من بدايه الموسم عندها هذا المطلب، وان كانت في الاخر انا بقول لك وبفكرك هتبقى في اطار محدود جدا 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 لو الانديه يعني طلبت هذا الطلب. ظلمت سموحه؟ الشروط ظلمت سموحه. بمعنى حضرتك المعتاد من سنين طويله يمكن الاتحاد الافريقي بيتكلم فيه ان انت اذا لم تنتهي المسابقات للموسم الحالي بتاخد ترتيب المسابقات على الموسم السابق. تمام. اللي حصل ان في 10 ديسمبر 2020 وقبل تولي اللجنه الحاليه وضعت شروط المسابقه في حاله توقف المسابقه، وده برضو يعذر فيها يمكن ده يعني ابني حسام الزناتي كان هو يعني هو كان من ضمن هو اللي كان يعني تقريبا اغلب المنشور هو اللي عامله. لكن اتحطت الشروط ان لو توقف الدوري في اي وقت بعد ما عدى نصه 153 مباراه لعبت اللي هم من ال 306 لو عدى نصه فبناخد على الترتيب الحالي. واذا الاتحاد الافريقي طلب ترشيح الاسماء قبل نهايه الموسم بنقف عند اليوم اللي اتطلب فيه وبناخد الترتيب، واذا حتى ما كانتش الانديه لعبت نفس عدد المباريات بناخد بالجداره الرياضيه اللي هي تقسم عدد النقاط على عدد المباريات. انا عشان اخفف شويه من المساله كان الاتحاد الافريقي الاول محدد 30/6 نحدد الاسماء، ثم تاجل 30/7، ثم بشكل نهائي احنا حاولنا معاهم كتير جدا لنهايه 8 المسابقه. احنا عارفين ان فرقنا مش تلعب في المرحله الاولى، هم وافقوا بشكل نهائي بحد اقصى 10/8 لان القيد كان هينتهي في 15/8 والقرعه 13/8 فوافقوا لنا على 10/8. فانا على قد ما سعينا ان يوم 10/8 كل الفرق تكون لعبت نفس المباريات. ولو تتذكر هتلاقي يوم الاسبوع 29 انتهى بمباراه الاتحاد والزمالك، بمجرد المباراه انتهت الساعه 11 11 وربع كانت الاسماء الاربعه انتهت. في اليوم ده لو كان سموحه كسب امبي قبلها بيوم على فكره كان بقى هو اللي دخل كان سبق مثلا بيراميدز. لو الاتحاد سكندري كان كسب الزمالك في اليوم ده كان سبق بيراميدز، وهو دلوقتي مش الخامس حتى. كان ممكن يبقى هو داخل في كان بقى هو الرابع. فاحنا اللي حصل للاتحاد الافريقي لما احنا حاولنا نقول والله يا جماعه ناخد على شوط السنه اللي فاتت، فهو بعت سيركلر او منشور دوري يعني قال ان اللي نهى مسابقه هياخد على السنه دي، اللي ما نهاش مسابقه ياخد على السنه اللي فاتت، او لو الشروط بتاعه المسابقه حددت شكل اخر للاختيار. فيوم 10/8 الشروط كانت محدده ان ناخد على الترتيب في ذلك اليوم. في ذلك اليوم كان الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز هم اهلي وزمالك في ترتيب في دوري الابطال، والمصري وبيراميدز هم اللي في الكونفدراليه. بنهايه المسابقه اللي هي دلوقتي وقبل بدايه البطوله الافريقيه اصبح سموحه هو الرابع، المصري الخامس. لكن خلاص الشروط اللي اتحطت كده واللي اعلن وارسل الاتحاد الافريقي طبقا لهذه الشروط كده واتعملت القرعه على هذا الكلام. مين يتحمل ده ان انا دي الشروط اللي الانديه كلها قبلتها من الاول على فكره. اقول لك على حاجه غريبه جدا، ان انا عملت الثلاث اجتماعات السنه دي. في البدايه اول اجتماع فيهم انا قلت لهم يا جماعه انا ارى ان شرط الجداره الرياضيه هو شرط غير عادي. ده كان رايي انا الشخصي. ما يمكن نادي او ناديين كانوا يعني جمع الناس ما جاتش معايا في الفكر او يعني ما جاتش في الراي. خلاص هم شافوا ان الراي كده ووضعت الشروط من بدايه الموسم على كده وكملنا على كده. فخلاص الانديه عارف لو الانديه من الاول قالت لا ما ينفعش ناخد على السنه اللي فاتت دوري لايا كان اللي اتقال، لكن اللي حصل ان ده شرط يوم 10 المنشور ده 10 الدوري بدا يوم 11 اعدام قبل الدوري ومعلن ومعروف للانديه كلها.
ماذا سموحة بيتكلم على اللجوء للمحكمة الرياضية كما ذكر مهندس محمد فرج عامر؟ المحكمة الرياضية قرارها على أي جهة رياضية في العالم بما فيها الاتحاد الدولي. وأي حد بياخد قرار، هو ده اللي أنا بنقوله، إن إن القرارات اللي بتصدر من الجهات المختلفة والأعلى دي على رأسنا من فوق، محدش الموضوع ما هوش شخصي. خلينا نطلع فاصل هنا. اتفضل. فاصل أخير وأعود والمهندس أحمد مجاهد. لدينا ما زال ملف المنتخب، منتخب المصري لكرة القدم، صلاح جاي ولا مش جاي؟ مين اللي هيشارك؟ وإيه حكاية الاتحاد الإنجليزي؟ هل تم مخاطبة الاتحاد الإنجليزي ولا لا؟ بعد الفاصل. أرجع مع حضراتكم ضيفي الكريم المهندس أحمد مجاهد. هل ممكن نغير شكل الدوري الدرع ونغير شكل الكاس يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وإنه بعض الدول عملت تغيير في هذا الأمر؟ هل وارد عندنا تفكير في ده ولا لا؟ هو في أكتر من موسم كان في تفكير في مسألة الدرع والدوري، بس حصلت دروبات ما بين مجالس مشت ومجالس جت، فما كانش فيه الفرصة الكافية. مع الموسم الجديد طبيعي جدا، خلاص يعني قدم جدا الدرع وشكل الكاس بقى له سنين طويلة جدا، لكن خلاص انت بتتكلم في، خلاص استلم نادي الزمالك الدرع، لسه بتتكلم على الموسم بقى الجديد. ان شاء الله بإذن الله يبقى في تفكير في شكل درع الدوري، ويبقى في تفكير كمان في كاس مصر، لان خلاص يعني زي ما انت حضرتك قلت قدموا جدا. ده يعني شغالين على ده، عندنا ده يعني موسم جديد وعندنا درع جديد وكاس جديد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الاستعدادات كاس العالم، مصر عندنا ماتش انجولا بعدها الجابون، عملنا ايه في بالنسبه للمنتخب، بالنسبه لطلبات المنتخب، الجهاز الفني وفرنا له ايه، مشاركه صلاح والنهارده الاعلان الرسمي ان صلاح مش موجود معانا، ايه اللي تم الاتحاد الانجليزي في هذا الامر؟ لا، هي الفكره في الحكومه الانجليزيه مش الاتحاد الانجليزي، لان هو انت عارف ان هو في حجر لو 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 رجع وجه، فانت بتتكلم في اكتر من هيقعد 10 ايام بعد ما يرجع، فالمساله ممكن تكون كانت صعبه. المشكله مش كانت عند صلاح بس، يمكن صلاح ومحمد النني في المباراه الاولى اللي في مصر، وكتير من اللعيبه البرازيليين كمان اللي موجود في الانديه الانجليزيه، الموضوع ما كانش علينا. ويمكن لو حضرتك تابعت الاتحاد الدولي نفسه حاول يتدخل، ومستر جاني انفانتينو عمل يعني بيان وطلب للحكومه الانجليزيه، يعني في مش عاوز اقول خلاف، لكن يعني على الخلاف في الرؤى في المساله طبعا، لانه بينعكس ان كل اللعيبه المهمه في العالم، هو حتى كتب كده في بيانه، في انجلترا وفي اسبانيا مثلا وبعدهم بعض الدول الاوروبيه، لكن الاثنين دول لو انت النهارده منعت اللعيبه المؤثره دي انها تروح منتخباتها، فانت بتاثر بشكل كبير جدا على التصفيات كلها وعلى الفرق اللي ممكن تتاهل من عدمه. خلاص احنا بنتكلم في الاجنده اللي جايه، الكابتن حسام محاوله ان يبقوا موجودين في الجابون، مش المباراه الاولى في مصر، لان خلاص المباراه الاولى يوم الاربعاء، يوم الاربعاء اللي هو يوم واحد. ان شاء الله باذن الله، انت عارف ان احنا عندنا الست مراحل على طول بعد تاجيل سبتمبر يونيو، عندنا سبتمبر مرحلتين اللي هم انجولا في مصر والجابون، ده واحد وده خمسه، ثم مباراتي ليبيا هنا وهناك، ثم مباراتين الاخيرتين انجولا والجابون. اول المجموعه ان شاء الله باذن الله مع تسع اوائل تانيين هيكون بينهم قرعه ان شاء الله باذن الله، عشان شهر 3 يبقى البلاي اوف اللي هم ماتشين الذهاب والعوده. ان شاء الله باذن الله تكون مصر في قطر 2022 في كاس العالم، لان يعني نبقى كاس عالم موجود في المنطقه، والمنتخب المصري مش موجود ضمن 32 منتخب موجود، ويكون علم مصر مش من ضمن 32 علم موجود، ده شيء يعني مش كويس. ان شاء الله باذن الله نثق في الكابتن حسام بدري وجهازه ومجموعه اللاعبين والنجوم المختلفه، نتمنى ان كله خلاص يرمي ورا ظهره وخلافات المسابقات المحليه. دلوقتي اسمه مصر، خلاص العب باسم مصر. على منتخب مصر كل اللي ممكن يحتاجه المنتخب ان شاء الله باذن الله احنا بننفذه فورا باذن الله. عندنا حتى الرحله للجابون ان شاء الله، طبعا كالمعتاد المنتخب المصري خلاص بقى لنا سنين بنسافر بطياره على طول المباريات من الشركه الوطنيه، يعني شركه مصر للطيران، ان شاء الله باذن الله هيكون معانا الطياره نخلص الماتش في الجابون. نتحرك رحله خاصه يوم ثلاثه، رحله خاصه نتحرك مصر يوم ثلاثه، يوم خمسه بعد المباراه
ليله المباراه اللي هو فجر 6 هتبقى معاهم رئيس البعثه ان شاء الله باذن الله. نعم. ما ينفعش يبقى مش موجودين في كل المباريات. والحمد لله احنا كنا في 2017 2016 برضو موجودين في كل كان موجود مهندس هاني بريده رئيس الاتحاد واحنا نعم. كنا موجودين معاه وكنا متواجدين في اغلب المباريات. ان شاء الله باذن الله مع بدايه التصفيات نسلم اتحاد جديد. يعني انا اخر مرحله الحقها في كاس العالم هي سبتمبر واكتوبر ونوفمبر. المرحله الاخيره هتبقى في مارس. هيكون في اتحاد جديد ان شاء الله باذن الله هو اللي متولي الامور. امتى الانتخابات؟ والله الانتخابات الفيفا حد اقصى 5 يناير. الاول عندنا ان شاء الله تنشر اللائحه في الجريده الرسميه. بمجرد نشر اللائحه هنبدا نتكلم على الاتحاد الدولي ان احنا جاهزين بشكل كبير لحد ما يقتنع بالميعاد المناسب. احنا جاهزين في اي وقت نعمل الانتخابات بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. الحد الاقصى 5 يناير. احنا عندنا قبل 31 اكتوبر اللي هم الاربع شهور التاليه لنهايه السنه الماليه يجب ان يتم دعوه الجمعيه العموميه، يعني تدعى الجمعيه العموميه فيها. معانا 75 يوم بحد اقصى من بعد 31 اكتوبر. كل ما هنقدر نبدر وكل ما يتم التوافق على التبكير احنا ما عندناش مشكله ان شاء الله باذن الله ان احنا نبكر ونعمل انتخابات ويستلم الاتحاد مجلس منتخب وان شاء الله باذن الله هو اللي يروح بطوله كاس الامم الافريقيه. ربنا يوفقنا يا رب في الكاميرون ثم بعد كده ان شاء الله ربنا نكون اول مجموعتنا ونلعب مباراتين مارس ان شاء الله البلاي اوف. حضرتك بنتكلم على الامان واللي احنا تمناه دايما ولكن على الارض يعني المنتخب حسام حسن كابتن حسام اللعيبه انه كمان في انتقادات اسف حسام البدري اللعيبه حبيبنا هما الاثنين طبعا ف اختيار في بعض الانتقادات تعاملتوا معها ازاي كمجلس اداره الاتحاد؟ لا احنا عمر ما مجلس اداره الاتحاد ولا عمر حد من الاتحاد تدخل ابدا في اختيارات المساله. احنا بنثق في الجهاز الفني بنثق في المدير الفني وكل مجموعه العمل اللي معاه. هو ادرى هو شايف الصوره هو دارس الفرق اللي هيلعب قصادها هو اللي شايف ظروف كل لاعب في التوقيت الحالي ايه. اكيد مش ممكن في اختيارات هترضي جميع الاطراف ولا ترضي حتى الجماهير. كل واحد عنده شايف لعيب احسن لعيب اقل لكن في الاخر ده قرار المدير الفني ودي مسؤوليته وان شاء الله باذن الله احنا بنثق فيه واحنا داعمين باذن الله ليه لحد ما يحقق الحلم ان شاء الله باذن الله بالوصول لكاس العالم وان شاء الله نأدي فيها بشكل كويس كمان. هل حضرتك كلمت محمد صلاح؟ لا احنا على طول احنا يعني انا لحد اللي احنا التواصل بيبقى رسمي مع النادي وطبعا الجهاز الفني والكابتن حسام بيكلموه. احنا كنا بنتكلم ما قبل الاولمبياد على طول. هو كان حريص جدا انه يجي وكان على فكره حريص يجي في الاولمبياد لولا الظروف. الظروف هناك برضو هي مش بايده لوحده لان هو مش لوحده في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين حتى مش المصريين بس. لكن هو يعني انا بقول لك انا هو الفترة دي هو حريص جدا انه يكون موجود في المنتخب لكن احنا مش بايدينا ولا بايديه الظروف الاجراءات والكورونا او حتى محاولة الاستفادة من ظروف الكورونا عشان اللعيبة تفضل موجودة. بالنسبة للعب ماتش الجابون يا رب ان شاء الله باذن الله المساله دي تتحقق ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بس يعني الكابتن حسام برضو بيتواصل والجهاز الاداري واللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. هل في جمهور في ماتش انجولا اللي جاي ده؟ لا بالعرب؟ لا مفيش جمهور خلاص. المباراه بدون جماهير كانت بعت الاتحاد الدولي ارسل خطاب ان ما قبل 20 اللي عايز يطلب جماهير لازم يبلغوا لكن يعني خلاص الرؤيه مع كل الجهات المختلفه ان المباراه اللي بالظبط ان المباراه تكون موجوده محدوده ما فيهاش جمهور اكتر من ال 50 واحد او ال 60 واحد اللي بيتواجدوا بالاضافه لمجموعه الصحفيين والمصورين والبعثات الدبلوماسيه. وان شاء الله باذن الله اتمنى ان احنا ما بعد مرحلة اكتوبر ان شاء الله في الفترة على الاقل في المرحلة النهائية في نوفمبر يكون خلاص سمح بحضور جماهير في مباراة المنتخب ومباراة الدولية مرة تانية. دوري 99 ليه ما حسمناهوش وليه حصل هذا الجدل؟ الاهلي هو البطل الزمالك هو البطل نلعب ماتش فاصل اعتراض من الاهلي والزمالك وبالتالي الموضوع ردنا فيه كتير. هي مسابقات المراحل. طب هو السنة اللي قبلها مسابقات الناشئين مين اللي خدها؟ كملتش كلها اصلا. يعني احنا بنتكلم في 15000 مباراه كملت مسابقه واحده من مراحل السنيه يعني لم تكتمل بشكل تحديد البطل مش اكتر من كده لكن مش اهم من كده. يعني هي مساله مرحله 99. هو انا معتبر ان المرحله دي ظلمت اساسا لانهم كانوا المفروض يكونوا مقيدين فوق السن من سنه مضت لكن خلاص عشان كده احنا ادينا لهم فرصه لخمس لاعبين يقيدوا في الفريق الاول في كل
من أبناء النادي الصاعدين بحيث أن يبقى النادي يستفيد من ولاده اللي كانوا موجودين، فعشان هم ضاعت عليهم سنة في قيد الدرجة الأولى فديناهم الفرصة. وده الأساس أن المراحل السنية أنك بتطلع قد إيه للفريق الأول وبتقدر تلعب بعدد منهم قد إيه، مش أكتر من كده. خلينا لبعض الناس وحالك المشاهدين لما يبقى في أي قرار يقول لك علاقة المهندس أحمد مهندس هاني أبو ريدة، إيه علاقة حاجة بالمهندس هاني أبو ريدة؟ وهل المهندس هاني زي ما بيتقال كده بين قوسين هو اللي بيدير الاتحاد؟ المهندس هاني هو رمز مهم جدا من رموز الكرة المصرية، المهندس هاني هو عضو مجلس الفيفا، والمهندس هاني هو عضو الاتحاد الأفريقي، فرضينا أم أبينا هو الاسم الأبرز في الكرة المصرية في الوقت الحالي، عشان ما نقعدش يعني نخفي راس. يشرفني جدا علاقتي بالمهندس هاني ابو ريده، هو بيمثل يعني مش عايز اقول الاب وعجزه قوي يعني، بس هو برضه الاب والاخ الاكبر في المساله. المهندس هاني وهو رئيس اتحاد وانا موجود في اي ملف هو بيديه لحد، هو مش من الناس اساسا اللي بتتدخل ولا بتواجه، هي مدارس في العمل على فكره. في ناس ما بيدي مساحه اصلا في الشغل مش بتاع تدخل يومي ومش بتاع الشغل بتاع كل يوم ولا بتاع المراحل دي، المهندس هاني من المدارس دي، ده وهو موجود بالاتحاد، فما بالك وهو مش موجود بالاتحاد. المهندس هاني هو بالنسبه لي هو جهه تلقي الشكاوى. يعني اللي بيشتكي بيكلمه يشتكي له. وعاده في حاجات كتير جدا من اللي بتروح له بالشكاوى هو ما بيبقاش عارف الموضوع بتاع الشكوى ايه. فيقفل وكلمني يقول لي هو فلان اتكلم، هو ايه اللي حصل، هو في ايه؟ اقول له موضوع 1 2 3 4 حصل كذا او ما حصلش كذا، لكن هو لا بيتدخل من قريب او من بعيد نهائيا. وانا لو معاه ولا قبل ما اخد قرار اتكلم معاه نراجع ونساله، وهو موجود بحكم الخبره يعني خالص خالص خالص. واقول لك على حاجه، وهو موجود رئيس اتحاد وانا معاه ملفات كان بيديني المساحه وما كانش بيتدخل برضه. لو هو موجود مش وهو مش موجود. الملف اللي المهندس هو في دي مدرسته اصلا. وهو موجود وفي ملف حد مسؤول عنه هو بيتدخلش فيه، فما بالك وهو اصلا مش موجود في الاتحاد. يعني كتير جدا من الايام انا بروح مثلا او بقابله او بلتقيه، هو دلوقتي طبعا في الساحل مش موجود، وبلتقيه وما بنتكلمش خالص عن حاجه من الاعمال اليوميه، ولا هو عنده استعداد يسمع اساسا حاجه من الاعمال اليوميه. وكتير جدا من الحاجات، هو عاشق طبعا للدوري الاوروبي 24 ساعه تقريبا شغال قدامه ماتشات اوروبا. اول واحد يعني يمكن انا اول لما بروح اجيب ماتشات الدوري المصري هو كتير منها ما بيتفرجش في الوقت الحالي، انا اللي بروح بس اجيب ماتشات الدوري المصري احيانا هو عنده، ولا في دماغه القصه دي خالص. مش لا يتدخل من قريب او بعيد في تفاصيل العمل في الاتحاد، ودي مسألة قاطعة. بس هو بيشيل بس ايه الشكاوى، اللي عايز يشتكي يقول شفت احمد عمل ايه، شفت الاتحاد عمل ايه، شفت بس. لكن اتهامات غير صحيحة على الاطلاق. والله والله جملة وتفصيلا ما هي صحيحة، انا بقى اقسم بالله. وارد تترشح رئاسة الاتحاد؟ لا انا ماليش انتخابات، انا لا مهندس هاني. لا دي يسأل عنها لا ما اتكلمتوش مع بعض. نحن لا احيانا بيبدي ان هو ما يعني 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 ما ما, ما عازف الدنيا بالظبط، زحمه الدنيا زحمه وزيطه وهيصه وبتاع، واحيانا ناس بتكلمه او بتلح عليه، لكن القرار القاطع ده قراره. انا في الاخر احنا بالنسبه لنا اللجنه الانتخابيه اللي بتدير الانتخابات، حتى لو المهندس هاني اللي هو اقرب الاشخاص لنا والافراد لنا كلنا والرموز لنا، لو هو موجود ساعه اداره الانتخابات احنا على حياد تام. انتوا اللي هتتولوا اداره الانتخابات بالكامل ان شاء الله. هل اللجنه ثلاثيه ولا لجنه احاديه؟ بمعنى ما حد يعني مع تقديري طبعا انه الاسم اللي موجود هو المهندس احمد مجاهد، هو اللي الناس شايفاه، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيطلع، هو اللي بيخاطب الراي العام، هو اللي بيشيل اي حاجه، هو اي اتهامات اي شيء حضرتك. فين الاثنين اللي مع حضرتك؟ خد مني بقى الـ 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 الكلام ثقه. من اميز العناصر في السنين الاخيره اللي دخلوا اتحاد الكوره هم العنصرين اللي موجودين معايا، اللي هم محمد الشواربي واحمد حسام عوض. ايوه احمد حسام عوض كان يعني قبل ما كان رئيس لجنه الشباب في النادي الاهلي، وهو اساسا والده الكابتن حسام عوض كان رئيس لجنه الشباب في مجلس الشعب وامين شباب الجمهوريه، وكان برضه كان رئيس منطقه الغربيه ووكيل نادي طنطا. لكن واحمد دارس
في التسويق الرياضي وكادر من الكوادر أصحاب الشخصية والمتميزة جدا جدا، وهي كله مستقبل كبير جدا في الرياضة. محمد الشواربي 10 سنين في مسابقات الاتحاد الافريقي، انتهت انه كان مدير كاس الامم الافريقيه 2017 في الجابون. الاثنين عندهم لغه متميزين، شواربي كمان انجليزي وفرنساوي، تعامل مع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، عمل 24 ساعه قدام اللابتوب ما بيحل كل المشاكل اللي كنت انا بعمله لوحدي واقعد اقرا كل حاجه ومش عارف مين، شالوا عني الحقيقه كتير جدا. مفيش قرار في الاتحاد بيطلع هم مش عارفينه، مفيش حاجه بتيجي هم ما بيبقوش شركة فيها، لكن القدر هم كانوا وجهين جداد على الساحة، على الاتحاد، الاتحاد على الاتحاد، وهم الاثنين مش من هواة الاعلام. ده يمكن محمد الشواربي انا مره جه في صدى البلد مع الزميل هاني حتحوت، يعني بالعافيه على ما خليته يوافق يطلع. يمكن احمد طلع مره او مرتين او ثلاث مرات، هم مش يعني عازفين تماما على المساله دي. لكن انا بقول لك واسال الكابتن شاوي غريب، هم كانوا معايا في طوكيو، كابتن شاوي غريب كان موجود. انا بقول لك قال لي انا ما كنتش متخيل. طبعا هو ممكن يعرف احمد بحكم ان والده كان زميله في الملعب يعني، نعم. لكن قال لي انا ما كنتش متخيل انت اللي جبتهم دول انا ما قابلتش من زمان حد بهذا المستوى. انا بقول لك من اميز العناصر اللي جت في اتحاد الكوره في السنين اللي فاتوا الاثنين اللي معايا دول، بالاضافه لبعض اللي كانوا موجودين قبلهم. حسام الزناتي عنصر من العناصر، انا بتكلم عن عناصر الشباب، نعم. الصغير يعني، نعم. اللي هم في الثلاثينات. حسام الزناتي كان موجود ولسه ما دخلش في الثلاثينات يعني، اللي كان موجود دي ناس بتتجهز ممكن لبعد كده. دول لازم ياخدوا من بدري، ياخدوا فرصة. يعني زي ما قدمنا قبليهم، نعم. ممكن يكون احمد عبد الله مش اصغر مني بكتير، لكن قدمنا احمد عبد الله، قدمنا محمد فضل في فتره من الفترات، والناس بقى لها اسم وباع في المساله. يعني بتكلم على السن بقى الاصغر مني، زي ما انا يعني ده حفرت كده بايدي، فبحاول ندي فرصه. عندي محمد الشواربي، عندي احمد حسام عوض، وعندنا حسام كان موجود قبل كده في اداره المسابقات، وعندي عمر، وعندي مجموعه كبيره جدا 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 من الشباب. انا بتمنى اعمل مجموعه كامله منهم واقول للناس اتفرجوا على دول وشوفوا مستوياتهم، ادب وتربيه ولغه وثقافه ودراسه، وفي حاجات كتير جدا اشطر مننا، يعني اشطر من الجيل بتاعنا بقى خلاص. بتحس امتى وانا في هذا المنصب الهجوم اللي عليك من كل الجمهور هنا او هنا، بتحس في وقت ان انا جيت المكان ده غلط، او المكان ده مش وقته دلوقتي، وان انت بتتعرض حاجه مش بتاعتك، بتحس بده في بطن؟ لا هو مش كده، احيانا بتفتقد المجموعه القديمه اللي كانوا بيشيلوا جزء كبير جدا من الهجوم. بس يعني هي يعني كان في برضو معاك ابضيات تستحمل الهجوم والضرب والشتيمه، فكان على ما يوصل لي الهجوم بيجي حاجات خفيفه. بقيت انت النهارده في الوش ضرب خفيف. النهارده وكمان انا معايا عنصرين شباب، انا بقول لك فالضرب كله في الوش. انا بطبيعتي مش من النوع اللي بميل واوسع عشان الدنيا تعدي، انا متعود على ولا حتى بتليفون، انا متعود على المواجهه، انا متعود على اني اقول رايي، متعود. عشان كده ممكن ناس كتير ما تحبش التعامل معايا رغم ان ده اريح. بس فانا بقول لك، لكن اتحاد الكوره، لكن تقول لي جيت غلط، انا ممكن اقعد في اتحاد الكوره على الكرسي زي ما انا عامل كده واغمض عيني وارجع بالكرسي واقف عند الكهرباء وادوس عليها من غير ما ابص. انا ممكن اطلع درجات سلم الاتحاد ده وامشي فيه من غير ما اشوف، انا ممكن اسحب اي ورقه من الاتحاد من غير ما اسال هي فين. خلاص انت بتتكلم، انا يعني درجه درجه، سلمه سلمه، شبر شبر، المكان حافظه مش يعني. مش مجرد بس يعني ده بس كنايه يعني، مش مجرد الكهرباء والورقه، لا انت حافظ المكان كويس جدا 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 بكل تبعاته. لكن لازم نعترف ان في تغير حاصل، ان تاثير النهارده السوشيال ميديا على متخذ القرار في اماكن كتير جدا برضه كبير. تاثير الجماهير كان ممكن يكون كل واحد بيشجع الاهلي بيشجع الزمالك بس هو في بيته صوته مش واصل، النهارده بقى الوسيله دي او وسيله الالكترونيه بتوصل الصوت في ثانيه، بتوصل الصوت في دقيقه. كان مجرد التشجيع او الهجوم او الرد تسمعه في المدرج بس، نعم. النهارده بقيت بتسمع على طول ردود الافعال في شكل سريع. حتى لو معايا انا ما بأثرش خالص، معايا انا ما بأثرش خالص، بس هو في ناس كتير جدا من المتعاملين بيتأثروا.
انا ما بتاثرش الا لو انا حاسس ان في حاجه فعلا غلط. احيانا بيكون في خطا حصل، خطا حصل في مكاتبه، خطا حصل في قرار، فانا بزعل لما حد بيهاجم وانا عارف ان في غلط فعلا. لكن كتير جدا بنتهاجم في حاجه انا عارف ان هي مش غلط عندنا، فدي ما بتزعلنيش، ما يضايقنيش، وانا مش من النوع اللي هو بترد على كل حاجه حتى لو ولا لا. لا لا خالص. خالص. لا لا خالص. لا لا خالص. يعني اللي عايز ينتقد، اللي عايز يتكلم يقول. لا لا خالص، طالما انت بتنتقد وعنده وموضوعي اهلا وسهلا، قول انت عايزه، مفيش مشكله خالص. لا يعني دون سباب وتجريح. لما يعني كان لما كان جمهور الاهلي يتكلم والدوري والماتشات الاخيره وما معناه يعني. انا متفهم ده، متفهم ده، متفهم ده. انا عايش غضب. انا عايش في المكان ومتفهم تماما ان 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 الجمهور شايف فرقته ومش شايف حاجه تانية، وشايف ان هو اليوم ده لا ده الاتحاد معايا، لا ده الاتحاد ضدي. لا انا متفهم تماما ده، ومتفهم احيانا ادارات الانديه الجماهيريه اللي بتتخذ موقف لان هي عندها برضو ضغط. مسؤوليه. يعني بلاش ضغط بس هي عندها مسؤوليه برضو قدام الجمهور، واحنا بنتعامل بمنتهى الحساسيه، بس احيانا بتفرض مواقف ما بتقدرش ان انت تتجاهلها. بس يعني انت احيانا محدش يحب ان يبقى فيه اثاره، ومحدش بيقول شكل للبيع. يعني محدش بيمشي كده يقول يعني يا جماعه ما حدش عايز يجي. لكن هي الفكره ان في امور بتفرض، واحنا في ظل التغير. انت على فكره في كتير جدا من القرارات لو سالتني عليها في 2014 وفي 2013 وفي 2012 كنت اقول لك ما كانش ينفع تمشي كده، ما كانش ينفع تمشي بنفس القوه، لان الاستقرار اللي كان موجود على أرض الواقع في الشارع ما كانش بنفس الشكل. التماسك كان اللي في موجود، فوضى، كان في مشاكل ضخمة. التماسك اللي موجود ما كانش موجود بنفس الشكل. أنت النهاردة يعني أنا النهاردة بالظبط، عشان كده أنا قلت لهم مرة أنا ما بلومش على إن في 2013 أنا ألعب كنت ألعب أجيب حكم أجنبي. لأن ما كانش عندي ما يمكنني إن أنت مع من بلد من هدوء واستقرار إن أنت تعمل كده. النهاردة أنت ممكن تقول إيه والله القرار ده هو الصح. كان ممكن في وقت من الأوقات تقول لا، يعني انت القرار ده هتاخده انت مش لوحدك في البلد، وفي حاجات لها تبعات وتأثير بشكل معين. فوجود الاستقرار اللي موجود كمان في البلد بشكل كبير يمكنك انك تاخد قرارات هي صح انها تتاخد في التوقيت ده. نعم. بتراجع حد لما تاخد قرار؟ لا، في قرارات، قرارات جماهيريه، في قرارات، اي قرار حضرتك بتاخد القرار في ملايين. لا لا، في قرارات فيها مراجعه وفي قرارات ما فيهاش مراجعه. بمعنى انا النهارده بدايه الدوري نهايته، نعم، وجود الجماهير، يعني انا ما ينفعش اجي اقول ايه الماتش الجاي فيه جمهور، لان في امور امنيه انا ما اشوفهاش بشكل كبير، وفي امور صحيه في اجراءات، وفي امور سياسيه عند وزاره الشباب وعند مجلس الوزراء. فالمساله دي مش قراري، فده ما ينفعش فيه تاخد قرار، ما ينفعش فيه مراجعه. لكن لعيب اخطا او في عقوبه او في بتاعتي، ده مش قرار يعني فيه اراجع حد، ده مش قرار فيه مراجعه. لكن المباراه انا النهارده هحدد اقول والله لا خلاص انا السنه الجايه المصري هيلعب في بورسعيد. لا، ده مش قراري، ده قرار محتاج مراجعه. نعم. لان في امن وفي نيابه. نعم. وفي امور كثيره جدا، وفي جماهير كمان هناك، وفي مجلس اداره في النادي ده، فلازم يبقى ده في قرار فيه مراجعه. نعم. يعني ما انا بقول لك في حاجات فيها مراجعه لانها انت مش لوحدك، وفي امور هي بتعمل من حيث هل وارد الجمهور يعني لو الموسم الجديد في اوله في نصه وارد في كلام في هذا الامر؟ احنا جاهزين باكتر من فكره. أيوة. وجاهزين باكتر من طرح. لكن الامور مش بتاع الامر ده مش بتاعنا لوحدنا. الامر فيه جانب سياسي يخص الحكومه ووزاره الشباب والرياضه، في جانب امني يخص الجهات الامنيه، في جانب صحي يخص وزاره الصحه ومساله كورونا والاجراءات الاحترازيه المختلفه. يعني انما ايه السيناريوهات اللي عندنا احنا؟ لا احنا اللي احنا بنفكر فيه. انا عشان ما اسببش حرج لحد. انا اتمنى ان شاء الله السنه الجايه يكون في جمهور. احنا جاهزين لاي طرح واي طلب يطلب مننا. اسهل ما احنا بندي للامن كشف فيقف، زي ما الكابتن حسين قال لك، فالراجل في الاخر الواحد ظابط معذور واقف طول اليوم معاه كشف بره. كل واحد مش هيدخل جاي الا اللي في الكشف. لا، ومئات جايه، وده يقول له انا اسمي في الكشف واسمي مش في الكشف، وبعدين تراجع وتعدي اول صفحه، وبعدين ترجع تاني اول ورقه وترجع اول صفحه. مساله مرهقه جدا وصعبه جدا، فلابد انها تتحل. طب هل ظروف ان يبقى فيه جماهير؟ طب مين ايه؟ هل في ملاعب ممكن يبقى فيها جماهير وملاعب؟ لا، كل الملف ده النهارده كانت حتى الانديه بتتكلم ان شاء الله يبقى في اجتماع
قريب مع الوزارة ومع الجهات الأمنية والجهات المختصة عشان نتكلم في الملف ده بشكل كامل. امبارح كان معنا الكابتن حسين السيد الزمالك واتكلمنا في ده، وليه لا ما يبقاش فيه والأهلي الزمالك الإسماعيلي المحلة اسمه يعني كيلوبات سيراميك كيلوبات، يبقى جمهوره اللي رايح هو مسؤول عنه بالتنسيق مع الأمن، أو أنا عارف جمهوري ده اللي جاي. في جزء علينا احنا يعني لو بدأنا بعدد مثلا 2000 4 5 مثلا تكون البداية وتكون تجربة، عندنا تجربة بطولة الأمم. احنا في جزء كبير جدا برضو لازم نراعيه، ان احنا لازم نضبط الاجهزه الفنيه والاداريه واللاعبين والمسؤولين عشان كمان اثاره الجماهير. مساله ان انت تدخل جمهور والمساله مش منضبطه، هي كمان برضو انت بتصعب على الامن المساله وبتحطه بس هو اللي في المواجهه. انت محتاج ان انت المساله كلها تنضبط. فيعني المساله فيها عناصر كتير جدا. الباب مفتوح، ما بنقولش الباب مقفول. لا الباب مفتوح. لا الباب مفتوح، وبالنسبه لنا احنا عندنا كل الاطروحات احنا جاهزين ننفذها، انما لازم الجهات الثلاثه المسؤوله، الجهه السياسيه ممثله في الوزاره والحكومه، وطبعا الاجراءات الصحيه والاحترازيه والقرار الامني والبعد الامني في النهايه. تحب حضرتك تقول ايه لكل انديه مصر والجماهير المصريه العريقه، لكل الانديه المصريه واحنا على ابواب موسم جديد بعد انتهاء الموسم السابق؟ الحقيقه انا بشكر كل الانديه بشكل عام اللي شاركت في كل مسابقات الدرجات المختلفه من الاتحاد، عدينا بموسم صعب مع بعض، هم سهلوا علينا كتير جدا من الشغل، بنعتذر لهم لو احنا كنا يعني في بعض الاوقات على غير ما هم كانوا منتظرين، احنا بذلنا اللي قدرنا عليه وان شاء الله باذن الله نوعدهم ان احنا نبتدي موسم بشكل كويس، وبعد كده يجي مجلس منتخب شرعي يكمل السنه اللي جايه ان شاء الله باذن الله بشكل يكون منصف للجميع. شرفتنا النهارده. أنا الشرف ليا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك، ربنا يخليك. شكرا مهندس أحمد مجاهد. ربنا يخليك، شكرا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، أشوفكم بكرة إن شاء الله، تصبحوا على ألف خير.